مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام. 24 سنة فراق بين أم مصرية كانت متجوزة في اليمن، لكنها انفصلت عن جوزها اليمني بعد حرب الخليج ورجعت إلى مصر وتركت اليمن، وتركت في اليمن ولادها الخمسة. الأسبوع ده بس قدرت توصل لولادها عن طريق صفحة المفقودين على موقع فيسبوك بعد حوالي ربع قرن من البحث عنهم في كل مكان. كل أسبوع كانت بتروح السفارة اليمنية في القاهرة تسأل عنهم، والإجابة كانت واحدة، لم يستدل على عنوانهم. ست صباح ملهاش في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ولادها حطوا صورتها وهي لسه شابة على فيسبوك، وقعدوا يدوروا عنها وكتبوا عنها معلومات إنها نزلت مصر سنة 93 بعد انفصالها عن جوزها اليمني. المعلومات دي شافها أو شافوها زمايل ست صباح في الشغل، وعرفوا إنها هي المقصودة لأنهم عارفين طبعا قصتها ومتابعين بحثها عن ولادها. زمايلها بلغوا الصفحة وحصل التواصل بينها وبين ولادها. قصة طبعا مثيرة، هنعرف تفاصيلها أكتر في قصة ست صباح اللي لقت أولادها بعد حوالي 24 سنة من الفراق. هنعرف القصة دي وتفاصيلها في فقرة الأخبار. بعد الأخبار هنشوف استعدادات الحكومة لتوفير السلع خلال شهر رمضان، وإيه رأي الناس في الأسعار في الوقت الراهن. أما في نهاية الحلقة بندعوكم لسهرة من نوع خاص جدا، أمسية من أمسيات رأي عام، هذه المرة مع فيلم إحنا المصريين الأرمن. فيلم هيعجبكم وهتتابعوه من الأول للآخر بإذن الله، وهيكون عندنا قبل الفيلم حوار مع مجموعة من أبطال الفيلم ومع مخرج الفيلم والمؤلفة ومع عدد نقول من الجالية الأرمنية في مصر، لا مش من الجالية الأرمنية في مصر، لكن عدد من الأرمن أو المصريين الأرمن، لأنهم ما بيحبوش يعني حد يطلق عليهم لقب أرمن مصريين، لا هم مصريين أرمن، مواطنين مصريين بالدرجة الأولى. وكمان هيكون معانا فرقة رأس أرمينية ومطرب أرمني وكورال أرمني، يعني ليلة أرمينية وأمسية مش هتنسوها. أما الآن فنبدأ بأبرز العناوين. 70 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية في الموازنة الجديدة، و50% زيادة في ضخ احتياجات المواطنين في رمضان. ثلاث نسخ احتياطية من امتحانات الثانوية العامة تضعها وزارة التعليم تحسبا للطوارئ. أربع وعشرون عاما من الفراق بين أم مصرية وأبنائها الخمسة تنتهي بالتواصل بينهم عن طريق فيسبوك. ثلاثة أشهر وسبع وعشرون جلسة تنتهي بالاستعداد لطرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل. كانت تلك أبرز العناوين، إلى التفاصيل بعد قليل. من جديد في رأي عام. بعد 10 أشهر من نشر صفحة أطفال مفقودة على موقع فيسبوك قصة السيدة صباح وولادها الخمسة اللي سابتهم في اليمن من 24 سنة ورجعت مصر، قدر ولادها أنهم يتوصلوا لأمهم عن طريق الصفحة اللي فضلت تنشر على مدار عام تقريبا بوست
أبناء صباح اللي بيبحث عنها لحد ما تم التعرف عليها من خلال زملائها في العمل. دي ده البوست، ودي صور قديمة للسيدة صباح اللي كانت بتدور على أولادها من حوالي 24 سنة. طبعا يعني قصة إنسانية مثيرة، لأن الست صباح طبعا رجعت، كانت متجوزة مواطن يمني ورجعت إلى القاهرة، رجعت إلى مصر بعد ما حصل انفصال بينها ما بين زوجها، وسابت ولادها الخمسة في اليمن. يمكن حضراتكم شايفين الآن الصور القديمة دي. معايا الآن على التليفون السيدة صباح. ست صباح مساء الخير. مساء النور. نقول لك يعني ألف مبروك إنه تحقق حلمك وقدرتي توصلي لولادك. الحمد لله وربنا يبارك فيك. طيب قولي لي القصة بقى بدأت إزاي؟ أنت حضرتك رجعتي من اليمن سنة أيوة. كام؟ سنة 93؟ أيوة. طيب وسبتي كم ولد وبنت هناك؟ ثلاث أولاد وبنتين. ثلاث أولاد وبنتين، كان أكبر واحد عمره كام؟ كانت أكبر واحد البنت كانت عمرها 10 سنين والولد 9 سنين. 10 سنين وتسع سنين أكبرهم يعني. أكبرهم. طيب وأصغر واحد؟ أصغر واحد كنت كان مواليد 90 يعني، كنت صغيرة، كنت سايباه صغير. كنت سايباه صغير. طب أسمائهم إيه بقى؟ كبيرة اسمها بدرية، واللي بعد منها فايز، وبعد منها مروان وفيصل وأميرة. وفيصل أميرة ومين؟ وفيصل. أميرة وفيصل. أميرة وفيصل. حضرتك كنت يعني عايشين فين بالظبط؟ والله أنا كنت عايشة في الإمارات، عشت من ساعة ما اتجوزت كنت عايشة في الإمارات يعني. تمام. قاعدة في الإمارات. وبعد كده في حرب الخليج كل واحد راح لبلده، وهو سوى معاشه ورحنا اليمن، وقعدت 4 شهور ورحت جاية على هنا. قعدتوا فين؟ في صنعاء ولا في عدن؟ لا في حتة اسمها هجدة. في شمال اليمن؟ شمال اليمن. شمال اليمن. طيب حصل الانفصال وبعدها رجعتي لمصر لوحدك بدون أولادك. ايوه. طيب خلال الفترة اللي فاتت دي كلها ما كانش في أي معلومات يعني، ما تواصلتيش مع أولادك مع جوزك السابق؟ لا ما فيش معلومات، وبعدين الأخبار انقطعت ورحت القنصلية اللي هي في الدقي. أيوه القنصلية اليمنية. القنصلية اليمنية على أساس إنه يبقى أدور عليهم وكده، فقالوا ما كل ما أروح أسأل يقولوا لهم إن السجل على الونه وما حدش عارف طريقهم. قعدت كده لمدة سنة، وبعد كده رحت سكت بقى ما دورتش تاني. أما لقيت نفسي تعبت، والآخر الدنيا ورقة كده قالوا لي تروحي السفارة اللي هي في شارع القصر العيني. ما رحتش ولا جيت، قلت ربنا يعوضني خير بقى، وهم كده ما يقدروا يسألوا علي. طب مين من ولادك اللي كتب على الفيسبوك انه بيدور عليكي؟ هو فيصل واميره. فيصل واميره هم يعني طبعا اللي دوروا. ربنا ربنا يجمعكم على خير وربنا يخليكم لبعض، هم اللي دوروا على امهم لغايه ما لقوها. ان شاء الله. نزلوا الاعلان ونزلوا الصوره اللي هي القديمه اللي محطوطه على النهاية. لا احنا شايفينها الصوره دلوقتي. يمكن في صوره كده لحضرتك مع جوزك السابق دلوقتي. أيوة. وفي طفله كده كبيره. هي دي بدريه وفايز، كان اول عيلتين معايا دول. دي بدريه ومين؟ وفايز. فايز. اوكي. طيب اللي بيعمل عمليه في السودان. هو موجود في السودان دلوقتي بيعمل عمليه. في عينيه. ربنا يشفيه ان شاء الله. طب ليه ما عملهاش في ليه ما عملهاش في مصر؟ طيب ما احنا عندنا دكاتره زي الفل. في حمله الاطباء في اليمن، هم اللي محولين على السودان يعني، عشان يعني المستشفى بتاعتهم هم اللي حولوهم. طيب. لهناك. طيب دلوقتي انتوا هتتقابلوا امتى ان شاء الله؟ والله ان شاء الله ربنا بس يديهم الفرصه ويسهل لهم الحل ويشوفوا هينزلوا ولا يعملوا ايه يعني.
بس هم كتبوا لك على الفيس قالوا لك انهم يعني جايين على مصر؟ لا ما كلمتهم بالتليفون، قالوا ان شاء الله عن طريق بس يسوي يعني الظروف تتحسن معاهم وييجوا ان شاء الله. هم موجودين في اي مدينه دلوقتي ست ست صباح؟ والله لا، هم في بنت والواد في اليمن واثنين في السعوديه والواد في السودان، يعني كلهم مش في حته واحده. متفرقين. طب قولي لي يعني دلوقتي حد فيهم اتجوز؟ حد فيهم خلف؟ ايوه البنتين متجوزين ومخلفين. بنتين متجوزين ومخلفين؟ طب كويس. ومروان متجوز ومخلف، هيخلف قريب ان شاء الله. طب شفتي صورهم وهم كبار؟ شفت صورهم على الفيس. الفيسبوك. بعتهم يعني بعتوها لي. عرفتيهم؟ عرفتي مين مروان وعرفتي مين خالد ومين أميرة؟ ايوه ما هم قالوا لي يعني كلموني وبعتوا لي، كل واحد بعت لي صورته وكل واحد كلمني والحمد لله اطمنت عليهم كلهم. طب ليه الفترة اللي فاتت دي كلها ست صباح ما يعني جوز حضرتك السابق يعني ما حاولش انه يعني بص يكون في حضرتك اتصال؟ الزوج السابق ده كان دماغه ناشفه وعنيد وعنيف شويه، يعني صعب التعامل معاه صعب، فعلشان كده كان يعني ما رضيش يخليك انك انت تتواصلي مع وبعدين انا اولادك. بعد كده انا تزوجت ابن عمي وقعدت واستقريت في مصر واشتغلت، تمام. وبعد كده يعني بنات اسره تانية، يعني معايا بنتين دلوقتي من ابن عمي. ربنا يخليك. هم طب فرحانين انك لقيتي؟ نعم. لا اخواتهم هم ايه فرحانين؟ فرحانين انك لقيتي ولادك الاولادين؟ فرحانين. مش اخواتهم اخواتهم مكلمين؟ طبعا اخواتهم. وجوز حضرتك الحالي دلوقتي يعني مبسوط انك لقيتي اولادك؟ لا ابن عمي تعيش انت متوفي. توفى من 2001. الله الله يرحمه ويجعل مقره الله الجنه. يرحمه. انا بكرر لك يعني تهنئتي، كل سنه وانت طيبه وان شاء الله انت تتجمعوا طيب في رمضان على خير باذن الله، كل ان الاسره شاء الله. تتجمع ان شاء الله على الفطار والسحور ان شاء الله، ان شاء وتشرفونا الله هنا ان شاء الله في البرنامج باذن الله. ان شاء الله ربنا يسهلها، بس نتجمع بس والاولاد يتجمعوا كلهم ان شاء الله. ربنا يسهل يا رب ان شاء ان شاء الله. الله. الف مبروك الف مبروك يا ست صباح. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ماشي مع ماشي السلامه. طب الحمد لله انه يعني النهايه السعيده لهذه القصه. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي مصلحي وزير التموين افتتحوا النهاردة معرض سوبر ماركت أهلا رمضان. رئيس الوزراء قال أنه سياسة الحكومة هي الاستمرار في توفير السلع للمواطنين، وأن مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة بلغت 240 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية. وزير التموين قال انه هيتم زياده طرح السلع الاساسيه استعدادا لشهر رمضان بنسبه 50% لتوفير احتياجات المواطنين واصحاب البطاقات التموينيه، وان التخفيضات في المعرض تتراوح بين 20% و30% مع الالتزام ببيع السلع المعروضه باسعار الجمله. نشوف تقرير عن افتتاح المعرض. تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم معرض أهلا رمضان بمقر قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، الذي يهدف إلى توفير السلع المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بصورة مخفضة من أجل رفع العبء من على كاهل المواطنين. هي المعرض السنة دي كبير مقارنة بالعام الماضي، عدد الشركات المشاركة شايف في حدود 200 شركة. المعرض الحمد لله متكرر في كل محافظات الجمهورية، كل السلع الغذائية الرئيسية وكل السلع متوفرة في المعرض. الحقيقة لما دخلت وشفت شيء جيد كمان ان احنا التصنيع المحلي يعني في زيادة كبيرة جدا، شايف شركات عادت مرة اخرى من الشركات اللي كنا احنا عارفينها من فترة زمنية طويلة
عرض هذا العام وعرض منتجات بشكل جيد. قصة وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار عادلة وتحقيق هوامش ربح محترمة لكل المشاركين بدون أن الناس تكسب ما فيش هيشتغلوا. إنما النقطة المبالغة ولا الزيادة في هوامش الربح أو زيادة في حلقات التداول هي دي واجبنا إن احنا نقطعه، وبالتالي تخطيط للتجارة الداخلية سواء زي ما دولة رئيس الوزراء قال الأسواق المجمعة زي سوق العبور نلاقيه في كل محافظة، ثم المناطق اللوجستية إن أنا آخد من المزرعة وأفرز وعبي وطلع السوق مباشرة. معرض سوبر ماركت وأهل رمضان السنة دي بيعبر عن تعاون مشترك بين القطاع الخاص والحكومة في السعي لتوفير أكبر قدر من المنتجات بأسعار يعني أنا عارف أن الأسعار مرتفعة لكن أقل من الأسعار المتداولة في السوق في المرحلة القائمة. معرض أهلا رمضان الذي يضم أكثر من 200 شركة وعارض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الذين تتباين آرائهم حوله. أهم حاجة عندنا الرز، السكر، السمنة، الزيت، مش عايزين يمشي ولا عايزين حاجة، واللحمة، واللحمة المجمدة اللي كانت ب47 يا سعادة الرئيس حضرتك رجع سعرها زي ما كانت لأنها ب70 يعني مجمدة وب70. أنا لسه بلف، أنا جبت حاجات برضو سعرها خفيف ولسه بلف أجيب بقية حاجة. المنتجات متوفرة بس السعر غالي شوية. أنا مش جاي لنفسي، أنا جاي للراجل الفقير الغلبان، أنا جاي أعمل له شنطة رمضان. الأسعار يعني كانوا بيقولوا 40% وتخفيضات ومش عارف كام في المية، مفيش. يعني أنا شفت الرميش البندق والعين الجمل والحاجات ديت في السيدة زينب وفي المغربيين في أماكن تانية ب 96، هنا بقول ب 90، يعني فرق 6 جنيه. 6 جنيه يعتبر مواصلات، يعني مفيش فرق. فيما يقوم العارضون بتخفيضات على سلعهم تتراوح ما بين 10% إلى 30%. احنا كنا في اجتماع امبارح او اول امبارح كنا مع وزير التموين واكد علينا ان احنا نعمل عرض ونعمل خصومات كويسة للجمهور ان شاء الله. ننزل عرض، بنبيع الكيس ب10 وبننزل على الخمس كياس كيس هدية. 112 ل 8 كيلو. هنا بنبيعها ب 100، ال 4 كيلو المفروض ان هي عامله 56 جنيه بنبيعها ب 50. الشاور ب 15 بنبيعه هنا ب 12 750 مللي. الجيركن ب 50 بنبيعه 47. بنعرض اللي هي منتجات اسوان اللي هي البلح والكركديه والطبر الهندي والدوم والحاجات دي ماشي. بالنسبه للاسعار، الاسعار هنا اكتر يعني رخيص اكتر من بره بكتير خالص تمام. برضه في نفس الوقت المكان هنا بيدونا اسعار حنينه خالص، يعني تعتبر ما بندفعش ايجار عالي وكده، ايجار رمزي، فبالتالي احنا برضه اسعار بتاعتنا بتبقى حلوه خالص يعني. ويستمر معرض اهل رمضان على مدار 4 ايام تبدا من 22 من مايو وحتى 26 من الشهر نفسه، وهذه المده قابله للمد على حسب اقبال المواطنين. الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم أعلن النهاردة أن كل مادة في أي امتحان في الثانوية العامة هيكون لها 4 نسخ امتحانات هيتم تسليمها لمطبعة إحدى الجهات السيادية، وأنه هيتم اختيار نموذج واحد فقط لتسليمه للطلاب، والثلاث نماذج الآخرين هتكون نماذج احتياطية في حال لو حصل أي ظرف طارئ. لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اللي قدمته الحكومة بعد 3 أشهر و27 جلسة استغرقتها في مناقشة مشروع القانون استعدادا لطرحه للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل بمشاركة كل الأطراف المرتبطة بهذا القانون. معايا على التليفون الأستاذ جبالي، الأستاذ محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. يعني سياده النائب لو نعرف اكثر عن ابرز مواد هذا المشروع، مشروع القانون. هو الحمد لله زي ما انت حضرتك قلت كده ان احنا انتهينا من قانون العمل. قانون العمل بيشمل حوالي 265 ماده، وهو القانون الاساسي الذي يحكم علاقات العمل في مصر بشكل كبير. قعدنا فيه حوالي 27 جلسة وناقشنا فيه موضوعات من أهمها تنظيم علاقات العمل،
حقوق المرأة، حقوق الطفل، الإضراب، السلامة والصحة المهنية، التدريب، المجلس القومي. بالنسبة للإضراب ست النائب، إيه المقترح في هذا المشروع القانوني؟ المقترح إن إحنا بننظم عملية الإضراب بحيث لا يؤثر على العمل، وبالتالي لابد أن يمر بمراحل موجودة في القانون، هو إنك أنت بتعمل في الأول حضرتك أستاذ عمرو مفاوضة جماعية، فإذا فشلت المفاوضة بتروح للتحكيم والوساطة و آخر حاجة المفروض نلجأ ليها إذا فشلنا في ده كله هو الإضراب، لأن إحنا مش عايزين نعطل العمل. ويمكن إحنا ضفنا مادة جديدة النهاردة أو فقرة جديدة، إن عملية الإضراب اللي موجودة في قانون العمل ممكن تطبق على كافة القوانين الموجودة عشان تبقى حاكمة وتبقى ماشية مع النص الدستوري اللي بيقول الإضراب السلمي حق مكفول للجميع. وعدم الإخلال بقانون أو مواد قانون العقوبات، مش كده؟ بالظبط بالظبط بالظبط. يعني إحنا بنعمل قانون، لأن خلي بالك حضرتك يا عمرو بيه، قانون العمل قانون سياسي اجتماعي اقتصادي بيهدف إلى التنمية الاجتماعية، وأنت بتعمله قدامك ثلاث حاجات. نمرة واحد، أن يكون هناك توازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال. اثنين، هذه القوانين بتخضر لمعايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية. نعم. لابد أن تكون متوافقة مع منظمة العمل الدولية والمعايير اللي تقوم بها. نمرة ثلاثة، لابد أن تكون هناك علاقة جيدة ومتوازنة ما بين صاحب العمل والعامل، لأن احنا بنعتبر أن الاثنين شركاء من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. شكرا جزيلا ست النائب الأستاذ محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، شكرا جزيلا. مركز بصيرة للبحوث واستطلاعات الرأي النهاردة قال إن الدستور مش بياخد موقف قوي تجاه الزيادة السكانية، وإنه من المتوقع وصول سكان مصر لحوالي 100 مليون بحلول عام 2020، وده رقم يعادل عدد سكان دول زي السويد والنرويج وهولندا. رئيس المركز دكتور ماجد عثمان قال إن الأمم المتحدة بتتوقع وصول العدد ل 151 مليون نسمة عام 2050، وإن في تحديات سكانية كبيرة بتواجه مصر بعد تخطي حاجز المواليد 2 مليون مولود في العام الواحد. طبعا هذا الموضوع هو الشغل الشاغل ربما للقيادة السياسية في مصر، لأنه مسألة أنه عدد المواليد بيزيد كل سنة 2 مليون مولود، دي بتمثل عبء كبير جدا على الاقتصاد وعلى الموازنة. معايا على التليفون الدكتور طارق، دكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان. دكتور طارق مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني حسب كلام المصدر لما قال انه الدستور مش بياخد موقف قوي تجاه الزياده السكانيه، ايه المفروض اللي يعني اللي ان يتضمنه الدستور لكي ياخذ موقفا قويا تجاه هذه المشكله؟ والله هو اي نوع من انواع العقوبات السلبيه توسع على حق المواطن في العيشه الكريمه والتعليم والصحه لا يصطدم بالدستور المصري. ففكره السلب او فكره ان احنا نعمل قانون يحرم الانجاب او يحدد عدد الاولاد، ده مش ما ينفعش دلوقتي. يعني ما ينفعش نطبق مثلا تجارب دول اخرى مثلا زي الصين مثلا، البعض الان يقول لك ليه ما نعملش زي الصين؟ وبعدين حضرتك التجارب الصين ما ثبتتش ان هي ناجحه قوي، يعني فيها مشاكل، وصدرت حتى بنوعيه المواطن الصيني، يعني هتلاقي ان في عندهم في فرق في عدد الذكور مقارنه بالاناث. هي برضه ليها عيوبها يعني. طيب وانتم في المجلس القومي للسكان دكتور طارق، يعني هل اليات التعامل مع هذه المشكله بتتغير طبعا لتغير النتائج او الاعداد السكانيه طبعًا المتزايده؟ طبعا طبعا طبعا. يعني هو حضرتك يمكن اللي احنا في صدد الان دلوقتي ان احنا بنعمل خطه لحد ما جديده شويه، وهتبقى موجوده على ارض الواقع وتعالج المشكله في منطقه اللي هي مركزي، يعني على مستوى المحافظه، يمكن على مستوى المديريات الموجوده، كل مكان هيبقى ليه الخطه بتاعته، بحيث ان هو في الغالب يؤدي الى نتيجه مرجوه. فده الجديد. وطبعا احنا بناخد بالدوافع الاخرى، مش موضوع بس عدد السكان، ولكن كمان نوعيه السكان.
من ناحيه العمل، من ناحيه التوظيف، من ناحيه التاهيل، التدريب، الكلام ده كله هنهتم بيه طبعا. فكل فتره ليها حق تغيير الخطه بحيث ان هي في الاخر تؤدي النتيجه المرجوه منها. شكرا جزيلا دكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان. الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي شارك في الدورة الخامسة لملتقى مغردون اللي بتنظمه مؤسسة محمد بن سلمان في الرياض تحت عنوان محاربة التطرف والإرهاب. هذا المؤتمر شارك فيه طبعا عدد من القادة ومن السياسيين ومن صناع الرأي والمختصين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب. ووزير الخارجية الإماراتي قال في كلمته أن الدول العربية أكثر حرصا من بعض الدول الأوروبية على مواجهة التطرف والإرهاب، وكانت كلمة قوية من الشيخ عبد الله نشوف جزء منها. أعتقد أن بعض الدول الأوروبية لا تدرك أن هناك 50 مليون مسلم في أوروبا، لا تدرك أن الإسلام دين آخر من الديانات الأوروبية، ولا تريد أن تدرك هذا الشيء. وإلى أن تدرك أن مشكلتها نحن عندنا مثل في الإمارات، ما أدري إذا تقولونه في السعودية، نقول عوقك في بطنك، يوم عوقك في بطنك إنزين ذيك الساعة ذاك الوقت الواحد ما يقدر لا علاج يعالجه إلا إذا هو يغير من أكله. هناك دول أوروبية اليوم هي حاضنة للإرهابيين، حاضنة للتطرف، وعليها إما أن تكشف من هذا الزيف وهذا اللبس. يمكن من الكلمات القوية التي ألقيت بالأمس هذه الكلمة، أنه دول أوروبية حاضنة للإرهاب والتطرف، وده بيذكرنا بالكلمة اللي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية اللي احتضنتها الرياض، ووجه اتهامات مباشرة لدول بعينها لم يسمها طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن يعني معروفة بأنها تحتضن وتمول وتعطي الغطاء السياسي والدبلوماسي والإعلامي للمنظمات المتطرفة. من جديد يطرح هذا الموضوع بشجاعة هذه المرة على لسان الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات. الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية في عام 2016 تسببت في نزوح ما يزيد على 31 مليون شخص من مناطق سكنهم لمناطق أخرى داخل بلادهم. ده الرقم اللي انتهى إليه مركز رصد النزوح الداخلي والمركز النرويجي للاجئين، واللي قال إن النزاعات والعنف والكوارث الطبيعية المختلفة هي التي تسببت في موجة النزوح الضخمة اللي وصلت لحالة نزوح واحدة كل ثانية. المركز قال إن عدد النازحين داخليا أصبح يفوق عدد اللاجئين بنسبة 2 لواحد، وإنه في حاجة ملحة لإعادة إدراج مسألة النزوح الداخلي في جدول الأعمال العالمي. معنا على التليفون سعادة السفيرة نائلة جبر. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. سعادة السفيرة مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك. يعني النزوح الداخلي إلى اللاجئين 2 إلى 1 نسبة كبيرة جدا، تعليق حضرتك على هذا التقرير. طبعا موضوعات النزوح الداخلي نتيجة يا إما لكوارث طبيعية زي الجفاف في بعض الدول الأفريقية، حتى بيبقى في موجات من الجراد للفيضانات، أو لأسباب الصراعات السياسية الداخلية. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا ولا تقل خطورة عن مشكلة الهجرة غير الشرعية أو مشكلة اللجوء. فكل دي عبارة عن النزوح والتحركات البشرية بتؤدي إلى مشاكل، و مطلوب ان المجتمع الدولي وليس الدول فرادى انها تفكر، المجتمع الدولي يفكر بقى الدول سويا ازاي تقدر تحل هذه المشاكل، لان بطريقه فرديه من الصعب جدا انه يتم حلها. فطبعا احنا في الاول في حلول سياسيه للمشاكل السياسيه والصراعات السياسيه، طبعا دي اكيد الحلول السياسيه هتبقى بدايه الحل. المشاكل الطبيعيه طبعا
أو الكوارث الطبيعية بتحتاج بقى إلى مساعدات ما يسمى بالمساعدات الإنسانية العاجلة أو الطارئة. يعني هل ممكن أنه في إمكانية لإعادة يعني إدراج هذه المشكلة، مشكلة النزوح الداخلي، على جدول الأعمال العالمي، على يعني موجود يا فندم؟ موجود حتى الـ IDPs معروفة، internally displaced persons، موجودة طول عمرنا في الأمم المتحدة، بيتم تناول هذا الموضوع في إطار موجات البشرية المتحركة، ودي بيتعامل معها أيضا أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالمساعدات الإنسانية الطارئة. دي موجودة على مستوى الأمم المتحدة، وفي صناديق وفي أجهزة الأمم المتحدة معنية بالكوارث الطبيعية. شكرا جزيلا سعادة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. معرض أنا بخير اطمئنوا، ده اسم معرض بيقام بقاعة الفلكي بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير. المعرض هدفه توعية الرأي العام وواضعي السياسات بمنطقة الشرق الأوسط بدور المرأة على مر العصور. أيضا يستعرض المعرض تراث المرأة ويلقي الضوء على تاريخها وتأثيرها على المجتمعات. المعرض مدته ستة أشهر وينطلق من القاهرة، وبعد كده هينطلق لعدد هيروح لعدد من العواصم العربية زي بيروت وعمان. نشوف مع بعض. شدتني جدا، عجبني جدا فكرة المعرض عن نضال المرأة من يعني قديم الأزل، من الثلاثينات لحد دلوقتي، والتحركات اللي قامت بيها المرأة أو اللي راحت من مكان لمكان لمكان، والمشاكل اللي كانت بتواجهها، والأهل ساعات ما كانش بيوصفها، حتى المجتمع ما كانش بيوصفها، بس مهما كان، مهما كانت المعضلات، مهما كانت المشاكل، بيروحوا بيسافروا بيجوا، يعني عايزه تبقى دكتوره، عايزه تبقى ممثله زي هند رستم، عايزه تبقى فنانه، فهم في الاخر يعني رغم كل المشاكل بيحققوا كل اللي هم نفسهم. سمعت عن المعرض من ناس زمايلنا في القسم وكده، فسمعت ان في اثار انتباه يعني شاهنده مقلب بالذات، لان احنا كنا درسنا عنها حاجه في سنه اولى، ان طبعا نضالها اليساري في فترات زمان ايام عبد الناصر وما بعده، وبرده ايام الثوره كان ليها نشاط واضح جدا في المجال العام، وطبعا كانت فرصه كويسه ان احنا جينا هنا المعرض، شفنا كذا شخصيه تانية وكذا قصه يعتبر ناجحين تانيين، قناعات هند رستم طبعا الموضوع كان في ثراء اكتر، ان انت تشوف مش مجرد حد على الشاشه، لا انت بتسمع له انترفيوز مثلا كانت صعبه في الوقت ده. كنا شفنا فساتينها اللي هي تقريبا كان معظمها ابيض واسود، بس شفناها هنا برده. البرفيومز بتاعتها وكذا حاجه كانوا كويسين. حاجة ان نضال المرأة ما انتهاش، ما فرقتش احنا في الثلاثينات او في 2017، دلوقتي لسه المرأة بتكافح، ولسه في بطلات من كل سن اللي بتسيب بيتها عشان حياة افضل لاولادها، او اللي بتنزل تحقق حلمها وهي عندها 17 او 15 سنة حتى. يعني في نماذج كتيرة قوي 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 بالذات هنا عندنا في مصر، ويعني نماذج يحتذى بيها الصراحة. بس هو يعني لسه بنكافح ولسه هنكافح. هند رستم كان زمان ممثلة في وقت يعني بيتقال عليهم كلام صعب قوي، اللي هو الممثلين دول مثلا شغلهم حرام او مش عارف ايه وبتاع، وهي كانت ست مناضلة جدا في مجالها، يعني حتى كان في دوكيومنتري كانت زي انترفيو كده هي بتتكلم عنه، فيه بتقول ان هي عمرها مثلا ما سعت لدور معين، عمرها ما استغلت صداقتها بحد، يعني كان في صحفي معين شتمها في مقال هي اتصلت بيه شكرته، برغم ان هي كانت تعرف، قالت ما استغلتش علاقتي باحسان عبد القدوس او علي امين او مصطفى امين عشان خاطر ارد عليه، بس يعني هي كانت دايما بتسعى ان هي تبقى لوحدها حاجه كبيره،
مش بمساعدة حد. مش لازم نحصر المرأة في دور معين، لا بالعكس، المرأة تخرج وتعمل اللي هي عايزاه وتبقى اللي هي عايزاه، لو عايزة تسوق عربية نقل، لو عايزة تبقى فنانة، لو عايزة تبقى كده، ما ينفعش نحصرها في دور واحد. وبكده نبقى فعلا، يبقى ده عامل مرأة، يبقى ده فعلا عامل مرأة. مفيش دور واحد للمرأة المصرية، هي ملهاش دور محدد واحد. خلي الستات يعملوا اللي هم نفسهم فيه. زوروا المعارض دي جدا، شجعوها، عشان خاطر يعني الحاجات دي بتدينا يعني بتوسع مداركنا شويه وتخلينا نفكر بشكل احسن، برضو بتخلينا مختلفين في طريقه حكمنا على بعض الاشياء يعني بشكل كبير. يعني بالظبط، يعني نظره المجتمع للمراه عموما او للمراه العامله مثلا ممكن ما تكونش واخده حقها في مجتمع زي مصر، بس المعارض دي هي اللي بتخلينا نقدر ده اكتر ونحترم ده اكتر. وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية. بعد الفاصل، كيف تستعد الحكومة لشهر رمضان في ظل ارتفاع الأسعار الذي يحدث بشكل يومي؟ هل تنجح معارض أهلا رمضان في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة؟ مناقشة موسعة مع الأطراف المعنية، خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك، كل عام وحضراتكم بألف خير. ودائما في هذا الوقت بتكون في حالة نسميها حالة طوارئ في البيوت المصرية استعدادا لهذا الشهر الكريم. الاستعدادات يعني بتكون أكتر شوية في ظل ارتفاع الأسعار، سواء السلع الأساسية أو حتى السلع اللي احنا بنطلق عليها تسمية السلع الترفيهية زي المكسرات، زي اليميش، عين الجمل وإلى آخره. علشان كده حاولت الدولة التدخل بتوفير عدد من الحلول أو عن طريق عدد من الحلول اللي بتوفر احتياجات المواطنين. كان من أبرزها النهاردة الصبح افتتاح معرض أهلا رمضان بمشاركة حوالي 200 شركة وبتخفيضات بتوصل لغاية 30% حسب إعلان رئيس الوزراء، اللي احنا شفنا جزء من هذا الكلام من خلال الفقرة الإخبارية. الغرف التجارية في المحافظات دخلت على الخط أيضا وعملت خطة للمتابعة، متابعة الأسواق وإقامة شوادر لبيع السلع الأساسية. ترى كل ده هيقدر يكبح جماح الأسعار؟ وهل سيوفر احتياجات رمضان بجودة مناسبة وسعر مناسب للبسطاء اللي بيمثلوا الأغلبية في مصر؟ ده اللي هنحاول نعرفه من خلال نقاشنا مع ضيوفي الكرام المشرفين في الاستوديو. الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. الحاج طه حسين، سكرتير الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية. أهلا بحضرتك يا حاج طه. أهلا بيك يا فندم. والأستاذ حضرتك بألف خير. والأستاذ حاتم النجيب، المتحدث باسم تجار سوق العبور للخضر والفاكهة. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا وسهلا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتكم بألف خير. طيب، قبل ما ندخل في النقاش نشوف رأي الناس في الأسعار. والله يا مش كل حاجة غالية، مش كل حاجة رخيصة، في أصناف معينة غلت وسمعت مع الزبون، البندق المقشر والعين الجمل المقشر. مش كده انا عامل كل اسعار 4 كيلو، مش عامل اسعار كيلو، عامل كل سعر ربع 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 ربع. بيقول انا بسط المساله، بيلاقي الحاجه مساله سهله، بيوصل المساله 7 جنيه سوداني ربع كيلو، 7 جنيه كذا، بيبقى عارف الحاجات دي كلها. اربع اربع يعرف يحضر حاجته معاك ب 100 جنيه، يعرف يقول ياخد ربع ربع ربع. لكن انا قلت له 240 عين جمل و 170 بندق، مش هيكمل قرايه، هيسيبني ويمشي. الخضار والفاكهه مفيش استعداد، لان الحاجه دي مش هتستحمل ولا بتاع، هي بتبقى يوم بيوم وكل حاجه. مفيش الاستعداد اللي انت متخيله، ولا هو يمشات ولا اي حاجه تجيب حاجه ده من قبلها بشهر ولا اي حاجه. لا، مش كل الاسعار، الاسعار جايه من فوق غاليه اساسا، مش من عندنا احنا. الاسعار من فوق جايه غاليه اساسا، زي ما تيجي علينا بتيجي نبيعها للزبون غاليه. والله يعني هو يمكن انت جيت بالصدفه شايفنا قاعدين بنلعب طاوله، فان شاء الله يعني في استعداد، احنا متاملين بامر الله خير يعني.
فربنا ييسر. الراجل ده صاحب محل السباكه وانا صاحب محل فرش خضار، بس يعني احنا بنقول الحمد لله على كل شيء وعلى التسهيل. ما فيش بيع ولا شراء، هي سنه ما يعلم بها الا ربنا سبحان ما تعدي، بس اسعار مولعه، ولا في بيع ولا في شراء ولا في فلوس اساسا، كل دي لعب صيني واغلبيتها بقت من السنه اللي فاتت، والسعر الطاقه 3 يمينش. الواحد باسعار غير عاديه يعني، بقى المقتدر بس يعني المقتدر هو اللي يقدر يجيب يميش، لكن الفقير بقى ليه ربنا. اصلا السوق تعبان فما فيش استعداد، لان احنا مش باين علينا شغل رمضان، والجو فيه ركود مع ان الاسعار وطيت والانتاج زاد والجو تعبان خالص. غاليه جدا، والناس ما الناس تجيب منين؟ وفي فلوس مع الناس، ده ناس تعبانه، ده داهم 10 بقت ب 40، اجيب منين؟ الحاجات دي طبعا عادة، وربنا ما يطحش علينا ان شاء الله. الاسعار كل مادة في زيادة يعني، كل شوية تبص تلاقي الاسعار مش حتى مش بتثبت في ليميت معين، كل مادة بتزيد اكتر واكتر يعني، بس هو الصراحة السلع متوفرة كلها. الاسعار للمحتاج بيجيب، واللي معاه بيجيب، واللي معاهوش ما بيجيبش، يعني زي حالتنا احنا كده على باب الله، يوم شغال وعشا قاعدين هنجيب ايه؟ لا لا، الاسعار بصراحه في العالي كلها يعني، الناس بصراحه عايشه، بصراحه عيشه ما يعلم بلا ربنا، كل حاجه لا فيش حاجه اسمها ما غليتش يعني، كل حاجه ما غليتش، كل حاجه اسمها غاليه غاليه غاليه، اكل شرب اي حاجه اي استلزامات كلها غلت 100 100. الاسعار مالها؟ الحاجه ريح، الطماطم كانت ب 12 جنيه بقت ب 6 جنيه يعني، في تريح في الاسعار. الفلفل كان ب 14 جنيه بيبقى ب 10 وب 8 جنيه، بقى في تريح في الاسعار، بس تفضل كده في رمضان. الناس بتستنى رمضان يجي عشان تاكل وتشرب وترزق فيه، ما فيش. على الوضع اللي الناس فيه ده، الفراخ ام 35 جنيه، على الفرخه المستورده ام 55 جنيه. على السمك الغالي، على كل حاجه غاليه في السوق، على القوطه والبطاطس كل حاجه مولعه. الاسعار غاليه جدا. غاليه لدرجه يعني ما يعني مش عارفين نعيش تقريبا يعني. بس زي ما يعني زي ما ماشي على الناس اهي ماشي على الكل، هنعمل ايه؟ دي كانت عينة عشوائية لآراء الناس في مسألة ارتفاع الأسعار. الناس يعني في ناس بتشكو من ارتفاع الأسعار، الغالبية العظمى طبعا، وناس أيضا بتستغرب بتندهش أنه في بعض الأسعار نزل سعرها، لكن يعني مش الأغلبية العظمى مش حاسة بهذا الانخفاض بتاع الأسعار. أيضا مسألة توفر السلع بس ارتفاع سعرها، ده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نناقشها مع ضيوفي. أبدأ مع حضرتك دكتور عبد العزيز، يمكن إحدى السيدات في هذا الاستطلاع كان بتكلم عن أسعار الفراخ، بتقول 35 جنيه المحلي والمستورد 55. لا، أصل 55 دي أكيد الوزن بتاعها قد إيه؟ يعني احنا عايزين نقول ان 35 الفراخ ارتفعت بشكل غير طبيعي، يعني فجاه لقينا الفراخ وصلت 30 جنيه. احنا قلنا يا اما كانت الفراخ ب 24 جنيه و 23 جنيه ونص، قلنا في ارتفاع يصل من 10 الى 15% قبل رمضان، قبل رمضان يعني قبل رمضان بثلاث ايام وبعد رمضان باربع ايام الاسبوع الاول. فوجئنا ان الاسعار وصلت الى 30 جنيه بدون اي مناسبه، رغم ان الكل قال ايه في التقرير؟ قال ان ما فيش طلب، في ركود في السوق، يعني مفيش حركة بيع ولا شراء. بيقول لك ما احنا قاعدين، واحد بيقول احنا بنلعب طاوله، وانت بيقول لك مفيش، محدش بيشتري. التعليق بس الوحيد في الجزئيه معلش ما اعدهاش، ان في اخ قال ان احنا عندنا حاجات من العام الماضي موجوده من الصيف وارتفع ثلاث اضعاف. ليه ثلاث اضعاف؟ ده اللي احنا عايزين، ده التعليق المهم جدا في كل التقارير. انت بتقول لي من السنه اللي فاتت يعني كان في ارتفاع دولار ولا تغيير سعر الصرف، ايه اللي خلاها ثلاث اضعاف؟ لكن لو كل السلع لو باع بسعر السنه اللي فاتت ما هو مش خساره، ربما يقول لك انها تخزين، ربما راس مال اللي هو المفروض يدور مره واثنين وثلاثه ما دارش، يبقى يديله نسبه من يبقى يقدر يرفع الكلام ده. لكن انا لما نيجي نتكلم على الدواجن، الدواجن عندنا مشكله كبيره جدا. العلف ما زال العلف، لكن اللي ادى الى ارتفاع السعر قبل رمضان غالي مش كده؟ مستلزمات الانتاج يتم استيرادها من الخارج. تمام، مفيش عند وده اللي عامل مشكله عندي سواء في الانتاج الحيواني او الانتاج الدجني. لكن لما اجي اتكلم النهارده على السعر، السبب الرئيسي واحنا اتكلمنا مره واثنين وثلاثه ارتفاع سعر الكتكوت الى 12 جنيه ونص بدون اي مبررات. تكلفه الكتكوت لما قعدنا وحسبناها لانها 3 جنيه ونص او 4 جنيه، ايه اللي يخليها تصل الى 12 جنيه ونص؟ اربع اضعاف. فرضا ان الراجل كان بيدي الكتكوت كان بيخسر، كان بيخسر، ما قلتش لا، ايام ما كان الكتكوت بيع بجنيه ونص او 2 جنيه كان بيخسر. لكن لما انت يجي طلب على الكتكوت توصله الى 12 جنيه ونص،
ما هو ده هيؤدي في النهايه الى المخرجات، المهرجات اللي هي الفرخه اللي طالعه النهارده اللي وصلت الى 30 جنيه، دي المشاكل. عايزين نقول زي ما التقرير قال ان في فعلا في استعداد لرمضان. الحكومه استعدت استعداد جيد، وفرت من الخارج استوردت كميه كبيره جدا وطرحتها في الاسواق، وان كانت الحكومه اخطات. الخطا الذي حدث لدى وزاره التموين حينما تحدث وزير التموين لن ترتفع الاسعار مره واثنين وثلاثه وفوجئنا رفع الاسعار. انا رايي الشخصي الارتفاع ما فيش فيه مشكله. انا رايي ان قرار سليم وقرار صح. ليه؟ لاني لو اتكلمت على اللحمه، اللحمه النهارده ب 3600 المجمده، يعني بتصل الى 63 64 جنيه، فاستحاله انا ابيعها ب 48، ولكن مش هو ما تبارك شهرين ثلاثه بتبيعها كده، بيعها ليه النهارده تزودها 21 جنيه في الكيلو. ولكل الناس تم تعليقها على الجزئيه، ازاي تزود الكيلو 21 مره واحده؟ حتى في المعرض النهارده حصل التعليق ده، رجعوا لنا اللحمه زي كده 48، استحاله. لكن ما كانش ده الوقت المناسب ان انا ارفع سعر اللحوم 21 جنيه وارفع سعر الدواجن 6 جنيه من 25 ل 31 25% وازود اللحمه 5 جنيه. كل دي مسكنات، كل اللي احنا بنعمله في البلد كله مسكنات، لكن انا عاوز استعد لما بعد المسكنات، هعمل ايه؟ ده اللي المفروض نتكلم فيه. لما بعد رمضان؟ لما يعني؟ بعد رمضان وبعد بعد طب. الاسبوع الاول الاسعار هترخف. طب حضرتك اشرت دلوقتي للمعرض، معرض اهلا رمضان، و اللي هو انا عاملين احنا كنت عايز اتكلم الحته بتاعت القاهره، احنا القاهره غرفه القاهره عامله 10 منافس بدءا من المرج وانتهاءا بدار السلام، ولها 10 منافس مشتركه فيهم غرفه تجاره القاهره. طيب المعارض والمعرض اللي افتتحه النهارده رئيس الوزراء ووزير التموين حاج طه، هل يعني التخفيضات اللي بيتكلموا عنها دي تخفيضات حقيقيه في الاسعار؟ شوف هو الحقيقه احنا عن غرفة الأليوبية مثلا اللي أنا بمثلها برضو، إحنا عملنا 11 معرض على مستوى المحافظة ومراكزها ومدنها، عملنا 11 معرض، عملنا عدة لقاءات قبل ما نفتح المعارض أو قبل ما نعملها دعما من الغرف التجارية، لأن الغرف التجارية القائمة وهي المنوط بيها إنها تقيم المعارض، فكان في اتفاق مبرم بيننا وبين الشركة القبة، حضروا رؤساء شركات الجملة الاثنين، الشركة الاثنين رؤساء الشركة القبة حضروا معانا الاجتماعات، وعملنا خطة عمل ان هم يدعموا كل المنافذ اللي احنا عملناها، لكن بكل اسف ده ما تمش على الطبيعة. يدعموها ازاي؟ ان حضرتك الشركة القبضة تمثل مكان داخل المعرض، وان الجمعيات تمثل مكان داخل المعرض، وبيشرف على هذا وزاره التموين. والخطه دي كانت مسلسله ومبرمجه ومعموله ومتفق عليها بيننا وبين الشركه القابضه وبين السيد الوزير، وطبعا بعلم السيد رئيس مجلس الوزراء عن اللي بيتم، وكان في متابعه قبل ما نعمل ده كله. لكن لما نيجي نعمل وعلى الواقع وندور على الشركه القابضه نلاقيها ما ادتناش الاهتمام الكامل. الغرف التجارية كان منوط بيها حاجة واحدة بس، إنها تعمل الشادر، توفر فيه أماكن للعرض، توفر فيه الكهرباء، توفر فيه تستعد للتاجر كل اللي يقدر يعمله إنه يجيب بضاعته يجي يحطها. ما ساعدتناش، وده هيقلل من إمكانيات المعارض الطبيعية. ولكن تلاشى الوضع ده عن طريق جهد خاص من الغرف التجارية، إن إحنا عن طريقنا نفسنا تحملنا عبء إن إحنا نتعامل مع العارضين بمعرفتنا الشخصية وبصلاتنا وبرؤساء المدن، حاولنا بقدر ما نستطيع ان نلم الموضوع، ونجحنا بقدر كبير جدا ان احنا نعمل هذا الموضوع. ده فيما يتعلق بالأليوبية يعني؟ لا، ما هو الأليوبية نفس الكلام مقرر على مستوى الجمهورية، شيء طبيعي. هم اهتموا بس بالوضع العام اللي هيفتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء النهاردة. أيوه. ولكن بكل أسف يعني أنا على اتصال دائم بمكتب السيد الوزير، والراجل تكرم مشكورا ان ادى تعليمات لرؤساء شركات الجمله ان هم ينفذوا ما تم وعدهم بهذا الموضوع، وطلب حتى من مديريه مكتبه انه يفاد بالنتيجه. نعم. وبناء عليه بداوا يتحركوا، يعني بدايه ضعيفه جدا. وانا بصراحه يعني كان نفسي قوي 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 ان الشركه القابضه يبقى لها وجود، لانها شركه عندها ثلاث ارباع البضائع المطلوبه في الاسواق والاستراتيجيه بالذات منها، ولكن بكل اسف ما فيش تعاون كامل، فبالتالي ده بيبقى مردوده على الاسواق مش هو يعني. طيب. والمعرض الرئيسي. طيب نروح لسوق
لسوق العبور الاستاذ حاتم نجيب، حضرتك متحدث باسم تجار سوق العبور. طيب ايه اسباب التفاوت في الاسعار ما بين المعروضات او الخضروات البضائع اللي عندكم في السوق وبين الاسعار عند تجار التجزئه؟ اولا يا فندم، احنا يعني اللي احنا عايزين ناكد عليه ان الخضار والفاكهه دي كائنا ما كان ما حدش يقدر يتدخل في سعرها، لان دي سلعه قابله للتلف. الخضار والفاكهه سلعه قابله للتلف، ما حدش يقدر يحتكرها او يحدد سعرها. دي النقطه الاولى ردا على التقرير اللي جه من الاخ العزيز اللي قال اللي هي بتيجي من فوق. احنا بنسوق المنتج للفلاح المصري مش لحسابنا احنا، بنسوق المنتج للفلاح المصري. تاني حاجه ان احنا قلنا حلقات التواصل الكبيره ما بين تجار الجمله وتجار التجزئه لابد يبقى تتدخل فيها الدوله. ازاي تتدخل؟ بشكل مباشر من وزاره التموين. احنا قلنا نزود المعروض من داخل المجمعات الاستهلاكيه بحيث ان احنا نعمل توازن مع القطاع الخاص بحيث ان الاسعار تنخفض. وبعدين احنا عندنا برضو ما ننساش ان احنا عندنا صادراتنا كانت في الاشهر الماضيه كانت كتيره. يعني حجم الصادرات هو ده اللي اثر على ارتفاع الاسعار. وكمان سوق الاحوال الجويه حسيته بحجم الصادرات من خلال قله المعروض من خلال قله المعروض وطبعا قله المعروض يعني قله المعروض دي بتسبب لنا احنا مشكله. لان طبعا بالاعلام والجهات المختصه والجهات الرقابيه يقول لك التجار والمحتكرين لا يوجد اي احتكار داخل الخضار والفاكهه لان دي سلعه قابله للتلف. اما بالنسبه للرقود فعلا احنا بنعاني من الرقود بقى لنا اكثر من اسابيع. يعني احنا بقى لنا ده ثالث اسبوع احنا بنعاني من الرقود. الطماطم اللي الاخ العزيز قال عليها ان هي كانت ب 12 جنيه بدات ب 6 جنيه، انا عندي النهارده قفص الطماطم في سوق العبور بيبدا من 35 جنيه الى 55 جنيه. القفص فيه كم كيلو؟ 20 كيلو. يعني الكيلو بكام تقريبا؟ يعني ب 2 جنيه ونص ب 250 يبدا. ده انت بتبيعه من جنيه ونص؟ تاجر التجزئه. ده تاجر التجزئه، ده جمله. بيبدا من جنيه ونص لغايه 275 قرش. طب على بال ما يوصل للمستهلك ما دي بقى فيها حساب، يعني في عمليه حسابيه كبيره جدا، في نقل وفي هامش ربح لتاجر التجزئه. التاجر التجزئه بيأدي خدمه، ولكن احنا تدخلنا اللي تفضل عليه الدكتور عبد العزيز قال المنافذ. احنا اولا شاركنا في 11 منفذ جنوب القاهره مع ائتلاف حب الوطن والسيده نائبه المحافظ الدكتوره جيهان وكمان رئيس الائتلاف الاستاذ سياده النائب محمد وهب الله وبرضه مساعد رئيس الائتلاف اللي هو الاستاذ جمال حنفي. وبرضه شاركنا مع المجلس المصري للعمال والفلاحين والمراه مع سياده النائب المحافظ محمد ايمن ومع الدكتور حسام فوده رئيس الاتحاد. احنا ما عندناش اي مشكله. احنا قلنا على استعداد كامل اي حد من الشباب، المراه المعيله، اللي مش شغال، الهيئات، النقابات. انا كنت في اتحاد العمال في اجتماع واعلنت ده، قلت احنا على استعداد مبادره ندي اي حد ياخد من داخل السوق من المعروض وكمان هنصبر عليه بالاجل زي ما احنا بندي تجار التجزئه. ليه؟ عشان نرفع بعض المعاناه عن المواطن المصري. احنا بقى عايزين نعرف يعني ايه المشكله. تشاركوا في المعارض دي ما احنا شاركنا يا فندم. انا عندي 40 منفذ في شمال وغرب القاهره بيتم يعني في ثلاث منافذ منهم اتفتحوا فعليا وبقيه المنافذ تباعا هتفتح يعني ويعلن عنها. اما بالنسبه ل 11 منفذ اللي هم في جنوب القاهره اتفتح منهم سبعه وتباعا هيعلن عن الباقيين. احنا بنغطي دول وكمان في تواصل مع الغرف التجاريه. اسعار المنافذ دي اسعار في المنافذ دي اسعار الجمله مفيش اي هامش ربح. احنا قلنا 10% اللي هي مصاريف النقل او الشحن، لكن احنا اكدنا ان احنا عايزين ندور على المشكله من جذورها. المشكله مين صاحب المشكله؟ الفلاح المصري. احنا عايزين نوجد ارشاد جيد للفلاح المصري، ارشاد زراعي جيد، ثقافه زراعيه. هل احنا عندنا استراتيجيه حقيقيه زراعيه في مصر؟ السؤال يعني السؤال ده لوزير الزراعه. لوزير الزراعه احنا طلبنا عده مرات ان احنا نقابل وزير الزراعه. على فكره حتى احنا طلبنا اتفضل مش وزير الزراعه بس احنا ما عندناش اي استراتيجيه مسبقه في كل المسميات. لا بس ولكن احنا بنتكلم في تخصص. هتكلم حضرتك في الزراعه هتكلم في التموين. انا بس بكل اسف احنا اصبحنا حقول تجارب للساده الوزراء. اذا نجح الوزير نجحنا، وإذا لا قدر الله لم ينجح فشلنا. ولكن احنا لما يبقى عندنا دراسات مسبقه لان ما عندكش خطه مسبقه. انت قلت مسبقه يا اي حاجه يا حاج. انا بس اللي انا عايز اكد عليه الزراعه في مصر هي دي الشريان الحياه الوحيد. احنا عندنا المعالجه الثلاثيه لمياه الصرف الصحي لابد دي تؤخذ في الاعتبار. نعمم هذه الفكره على جميع المحافظات، التجربه دي نعمم على جميع المحافظات. وكمان عندنا كمان مشكله كبيره جدا، الفلاح بيعاني من عدم الارشاد لان هو طبعا بيضطر يلجا لشركات الادويه اللي غير مرقبه واللي هي تحت السلم و الفلاح هو الحاجه الوحيده اللي احنا دلوقتي من خلالها نقدر نقول احنا ما حدش هيخرج مصر من الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها دي غير الزراعه. نبدا بالزراعه حتى يقام عليها صناعه. طيب نرجع لبرضه مشاكل الناس وخاصه يعني في الاونه الاخيره وارتفاع اسعار
الفراخ. مش عارف دكتور عبد العزيز، يعني تنصح الناس انها تشتري فراخ من فين؟ من بياع التجهيزه ولا من المعارض الكبرى اللي هي يعني موجوده دلوقتي؟ المعارض الكبرى فيها كميات كبيره جدا من المستورد وبسعر 31 جنيه، اللي هي كان المفروض ب 25 جنيه وارتفعت، لان الطن بيجي من بره ب 1500 دولار يعني ب 27 جنيه بدون تعريفه جمركيه. ولما احنا قلنا على التعريفه الجمركيه قلنا الدوله منوطه ان تقوم بالاستيراد، مش عبد العزيز المنوط. يعني الدولة منوطة أن تقوم بتوفير كل البروتين الحيواني لكل أفراد المجتمع. فليه تشيل تعريفة جمركية تخلي أنا أستفاد بيها أو الحاج طه أو الأستاذ حاتم؟ مش أنت كدولة عايز توفر للمواطن البسيط محدود الدخل؟ ده المفروض، ده المفروض، ده المفروض، ده المفروض، دي آلية السوق الحر. ده اللي احنا اعترضنا على ان ما تشيلش تعريفة الجمركية، لكن الدولة تعمل الكلام ده كله. فاحنا عندنا النهاردة في معارض، الشركة القابضة موفرة هذا الكلام، لكن الإنتاج المحلي بقى، الإنتاج المحلي معرض لآليات العرض والطلب. والكلام ده احنا اتكلمنا مره واثنين وثلاثه واربعه، ويمكن كان في امبارح احد الساده المسؤولين من ضباط الشرطه بيتحدث عن موضوع ان الرقابه، ايه دور الرقابه؟ الرقابه ما تقدرش تعمل اي حاجه، لان اللي عنده تسعيره، حتى النهارده وزير التموين صرح مره اخرى قال لك ما فيش تسعيره جبريه. طب انا عايز اعمل انضباط للسوق، هتعمل انضباط ازاي؟ تسعيره استرشاديه. مشكله ما احنا قلنا احنا تسعيره استرشاديه، احنا بنعمل ده المهم، لان احنا نوجه رساله للمجتمع. لا لا بنعملها يا فندم الغرفه، انا عارف كويس جدا بنعمل تسعيره، لكن القضيه مش هتمشي. معلش يا صحتي بقول لك، بس حتى الاسترشاديه مش هتمشي، الاسترشاديه لا تضر. انا عشان اعمل حتى توجيه للمواطن اللي احنا نوجه له رساله ان مسؤوليتنا المجتمعيه من خلال ده يا فندم. يا حاتم بيه، يا حاتم بيه، بعد اذن عبد العزيز بيه، عشان تعمل حضرتك تسعيره تحت اي مسمى، استرشاديه ليست تسعيره لحضرتك تحت اي مسمى، نوصل 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 للمواطن النهارده سعر الكيلو الفراخ جمله او من المزرعه بكام، حتى المواطن يعرف. يعني المواطن ملوش دعوه الكيلو الفراخ في المزرعه بكام، المواطن بيتعامل مع هيك. مش هيسال، مش هقول لك حاجه. المواطن عايز الفرخه بيشتريها بكام؟ بص حاجه، هو المواطن لما تيجي تقول له الفراخ في المزرعه النهارده بتقول لك انا مش عايز باخدها بكام، ملوش دعوه بالمزرعه. فانت عندك مشكله في الحلقات الوسيطه، هي حلقات التواصل حقيقية. مشكلتنا في حلقات التواصل. فاحنا قلنا ان احنا عاوزين تدخل الدوله في حلقات التواصل. ما احنا عايزين حل. ما احنا النهارده لما اجي اقول للراجل روح جيب من المجزر، انا عندي مشكله ان الناس المحلات المتواجده ليس عليها رقاب. انا عندي تشريع 70 لسنه 2009، المحلات المتواجده اللي هي بتاعه الفراخ يعني بتبيع الفراخ، ما عليهاش التجار، ما عليهاش اي رقابه، ما عليهاش اي رقابه نهائيا. المجازر وان كان ما فيش تسعيره جبريه الا انه عنده رقابه صارمه. المجزر المرخص حسب التشريع الخاص منع ده 70 ل 2009، ممنوع لا يتم الجزر الا في المجازر. هذا المجزر فيه طبيب مقيم، ولا يستطيع صاحب المجزر ان يقوم بالجزر الا في وجود الطبيب المقيم، رغم ان انا مرخص وانا المنوط بالذبح. لو انا ذبحت بدون وجود الطبيب يتم مصادره البضاعه بتاعتي. طب حد يقدر يعمل كده المحل اللي جنبك؟ انت عندك مجزر والحاج طه عنده محل، تقدر اي تموين يخش من عنده؟ طب مش القانون واحد؟ لا، ما هو انت المرخص، انت الرسمي. الغير رسمي اللي بدون المفترض يغلق بالقانون. طب ما هنا برضه يجي السؤال الصعب، اين الرقابه؟ ما هو الرقابه، ما هنقول لحد الرقابه لها دور. احنا كنا بنتكلم على الرقابه عشان التسعيره والكلام ده كله. الرقابه النهارده لها دور واحد في الجوده. يجي النهارده مفتش التموين يقدر يعمل معاك ايه؟ يبص على تاريخ الصلاحيه. ده في المحل، والوزن، ولا بيفوت على المحل، مش على المحل خالص. المحل ما عرفش خبر نهائيا نهائيا. بتتكلم عن المجزر؟ انا بتكلم عن المجزر فقط لا غير. ما بيروحش، بيروح يشوف تاريخ الصلاحيه، يشوف الوزن، يشوف الجوده، ياخد المكان ده ياخده، مش عارف ياخد عينات منك قدام، مش عارف ايه، لكن يقدر يخش المحل يعمل كده؟ ما بيخشش. فاحنا بنقول لك ان احنا عندنا الرقابه يدها مبتوره، واحنا الكلام ده قلنا من سنه واثنين وثلاثه. احنا كنا عاوزين بدل ما بنقول السعر الاسترشادي بنقوله انا عندي اربع جرايد بيتم تبلغهم بالسعر الاسترشادي يوميا يوميا. احنا ما عندناش طيب. اي مشكله، احنا بنعلن الاسعار الجمله بشكل يومي، تمام، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال الفضائيات، من خلال السوشيال ميديا. بس احنا اللي بنقول على ايه؟ احنا عايزين المواطن يحس ان فعلا التجار، ما يعني الاتهامات اللي احنا بنتهمها ده يا دكتور عبد العزيز، تمام، انا كل يوم يعني احنا ما فيش غير في الاعلام جشع التجار، جشع التجار، مع ان احنا بنبيع سلعه قبل للتلف. يعني انا ما اقدرش اتحكم في سلعه ولا احتكرها. انت يا عم ما احنا عايزين نحدد علشان خايف ان السلعه بتاعتك تتلف هتبقى لي انا بضعف ثمنها. لا مش بضعف ثمنها، انا مين يقدر يبيع بضعف ثمن حاجه يا فندم؟ احنا بنسوق المنتج ده للفلاح، انا ما اقدرش ابيع بضعف، لان ده سوق، اليات السوق المفتوح، العرض والطلب. انا ما اقدرش، دي بورصه،
يعني النهارده الطماطم ممكن تبقى ب 20 جنيه بعد ساعتين في السوق، فهو في نفس الوقت في ساعتين بس تبقى ب 35 وتبقى ب 40 وتبقى ب 50. دي اليات العرض والطلب. احنا الانتاج النهارده يعني الحمد لله رب العالمين عندنا وفره في الناتج المحلي دلوقتي، نقدر من خلال الوفره دي نوفر. والله يا استاذ حاتم انا ما بحبش اليات العرض والطلب ومن زمان بقولها. طيب لان مش منضبط عندي في مصر. خلوني بس اروح للحاج طه. نعمل ايه طيب؟ ويعني حضرتك احد المسؤولين بشعبه المنتجات الغذائيه، نستعرض بس كده يعني كم سلعه من السلع الغذائيه ونشوف اسعارها كم على الاقل عندكم في الالوبيه. لا مش فكره اسعار، هو الاسعار مش 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 انا اللي بحطها. يعني التاجر مش ممنوط بحطها، التاجر بيشتري بخمسه يبيع بسته، طب اذا اشتري بسته يبيع بسبعه، طب اذا اتهف في مخه وباع بسبعين، المنافسه بتوقف حاله. لان النهارده يعني كان زمان في تاجر في كل شارع مثلا، بين كل كيلو شارع او بين كل كيلو محل. النهارده بقت المحلات فوق بعضها. الحاجه الثانيه كان زمان بيعمل محل متواضع ويقول واحده واحده ويكبر، النهارده اللي بيجي يعمل محل بيدور على مين اعظم محل في الشارع اللي هو فيه ويعمل بعد منه. فالنهارده اللي بيحدد السعر المنافسه بالاسواق، والمنافسه على فكره في الاسواق اكتر بكتير من التسعير الجبري. لان التسعير الجبري فيه مشكله، هو كيف يتم سعر السلعه؟ هي كافه المصاريف او التكلفه اضافه الى نسبه الربح، يبقى ده سعر الكوبايه دي. طيب في اللحظه الاولى اللي بتوضع فيها التسعيره بدراسات بتبقى صح. ليه؟ لان هو حسب التكاليف الفعليه وضاف له نسبه ربح. لكن بعد كده لو مشي الاثنين مع بعض يبقى ده 10 على 10، لكن بكل اسف هو بيثبت السعر والتكلفه بتزيد. بتزيد من بين لحظه والثانيه. فلو هو كان بيكسب جنيه في السلعه اصبح النهارده في لما يجي يعمل التكاليف لو حسبها على 20 بقت 20 وربع، يبقى اقل ربع جنيه. بقت 20 ونص يبقى اقل نص جنيه، الى ان تصل الى 20 واحده من الاثنين. لو في تسعير جبري لا يخبيها وما يبيعهاش، او يبيعها لو واحد يعرفه او يلغيها خالص. يا حاج طيب. التسعيره الجبريه ده هتسيب لنا مشكله. ما هو ما هو انا انا متفق، الاسعار تزداد اكتر. ما هو ما هو ما هو عايزين هامش ربح يا استاذ حاج، ما هو عايزين تشريع يحدد هامش الكلام ده. كل الناس اتفقوا يعني مثلا قانون حمايه المستهلك ممكن يعني يستخدم في هذا الاطار؟ ملوش علاقه، ما فيش ايه ملوش حاجه. انا بتكلم حمايه المستهلك في المرحله الحاليه في كل الحلقات، في المرحلة الحالية وتحط له أطر محددة وإزاي تكلفة الإنتاج. طيب دي ما تترجمش كأنها كأنك أنت بتحط تسعيرة جبرية؟ مش هتترجم تسعيرة جبرية يا عمرو بيه، والكلام ده احنا عملنا كذا مرة وكلمنا عليه. حماية المستهلك لا 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 بالوضع الحالي ما عندوش صلاحيات يعمل حاجة. وبالتالي هو دلوقتي في مشروع قانون في مجلس النواب بيدرس على إن إدى لنفسه صلاحيات يشتغل. لكن يا إخوانا إذا سمحت لي، إذا كانت الحلقة دي أو الحلقات التلفزيونية اللي شاركنا فيها قبل كده ما هي الا بروباجندا فقط، يبقى العوض في وش الله. اذا كانت الحلقات التلفزيونيه اللي حضرتك بتجيبني كراجل مسؤول عن جزء، وبتجيب حاتم بيه كراجل مسؤول عن نشاط اخر، والدكتور عبد العزيز عن نشاط اخر، لو احنا التلاته كل واحد اتكلم في مجال عمله تمام، والساده الوزراء او الساده المسؤولين سمعوا الحلقات دي واستدعى واحد ياخد ويدي معاه. يعني الدكتور عبد العزيز انا يعني اتعاملت معاه في اكتر من حلقات تلفزيونيه في مجال عمله، انا من اشد المعجبين بيه بامانه، وبقولها ليه؟ راجل بيتكلم بفكر ودراسه، لكن هل في يوم من الايام الفكر والدراسه ده اترجم على مستوى مسؤول عشان يصل بينا لدرجه الحلم اللي احنا بنحلمه في احلامنا؟ مفهوم. بكل اسف. طب خلينا بس نقرب شويه من المواطن العادي، وتحديدا ست البيت اللي هي بتستعد انها تشتري خزين رمضان زي ما بيقولوا عليه. والله شوف لهذا احنا كغرف تجاريه ننصحهم بايه؟ ننصحهم ان المعارض الموجوده مش اقل من السوق، وده شيء طبيعي. منافس احنا بالنسبة. لان انا بامانه مطلقه بروح بنقي التاجر، ما بكلفوش حاجه عشان يضيف على الربح. فالراجل بيجيب السلعه انه بيعرضها في مكان لا بيدفع كهرباء ولا بيدفع ضرائب ولا بيدفع اي حاجه. فبالتالي السلعة اللي هيجيبها، وبالإضافة إلى أن السلعة مراقبة من مفتشين التموين مقيمين معانا في المعارض، مش بيحرر له محضر، على الأقل هو عارف أن دي دخل بخمسة، ما ينفعش لو في إقبال يبقى بستة.
فاحنا بنوفر الامن داخل المعارض. كويس، يعني ست البيت تروح المعارض على المعارض المهمه الشفيعي في الوقت الحالي يخدمه كويس. اه طب وايه اللي ممكن تتخلى عنه ست البيت في ظل الاسعار؟ انها يبقى عندها ثقافه شراء، تشتري ما يلزمها فقط وما تخزنش حاجه من الحاجات دي كلها. الشعب المصري بياكل يعني. في ميزه السنه دي عن السنه اللي فاتت، ما تكلمش عن في ميزه كويسه جدا توفرت هذا العام، ان السلع موجوده. وهضرب مثل بالسكر، السنه اللي فاتت كان وصل 16 جنيه، النهارده في المعارض ب 10 جنيه. يعني اذن وجود السلعه قد وفرتها ادى الى ثبات السعر سواء كان غالي او رخيص. لا موجود. عشان ما نتكلمش ان السعر ده السلعه موجوده بوفره. توافر السلع في الاسواق ادى الى ثبات الاسعار، بالاضافه الى برضه وانخفاض سعر السلعه في اسعار بتنخفض، ادى الى بعض الناس انها ما تستخدمهاش فبالتالي بتنخفض الاسعار. طيب استاذ حاتم، حضرتك برضو يعني قلت لي انك انت عضو في شعبه الخضر والفاكهه، هل بيتم التنسيق بينكم يعني في الشعبه وبين اسواق الجمله؟ طبعا. امال احنا ايه اللي بينظم تجاره؟ احنا عندنا في الغرف التجاريه اسواق ومعارض. اسواق ومعارض ده بيرقصها مديريين. لا حركه الاسعار. الدكتور عبد العزيز بيقول انا ما بحبش حكايه العرض والطلب. طب لكن احنا السوق السوق العالي. آليات العرض والطلب. طب انا بس سؤال يا دكتور عبد العزيز، معلش معذره سؤالي، هل انت تقدر تحدد هامش ربح للفلاح المصري كيفيه الزراعه بتاعته؟ اللي الخوخ النهارده بتكلفته، تكلفة زراعته الكيلو بخمسة جنيه ونص وبيتباع باتنين جنيه ونص وثلاثة جنيه. أنا أرد عليك في سوق الجملة. أنا بس سؤالي بس. أنا هرد على سؤال الفلاح المصري. أنا ليه بقول أنا ما بحبش آليات العرض والطلب؟ بقول بحب ليه؟ لأن آليات العرض والطلب دائما وأبدا بتظلم في بعض الأحيان. ولذا أنا بقول أنا عندي خبراء كل المجالات. إحنا قلنا إن أهل مكة أدرى بشعر. نعم. حضرتك في الزراعة في المجال ده، يا جماعة تكلفة الإنتاج النهاردة قد إيه؟ وأعمل هامش ربح. هامش الربح نقول النهاردة بيزرع ب 10 ساق مش ثابته. من خلال الخبراء المتواجدين في كل مجال بحدد التكلفه الفعليه للمنتج، ثم احدد هامش الربح، وبناء عليه تتغير كل مده حسب المنتج اللي انا بزرعه وحسب الانتاجيه. لكن ان انا النهارده بقول تسعيره جبريه، صدقني الكلام ده دي كارثه. ما انا عارف، بقول لك انا عايز بالنسبه الاسعار، يعني ليه المسؤولين بيطلعوا يقولوا مثلا انخفاض في اسعار كذا وكذا وكذا والواقع مش موجود؟ مش موجود. ما ده الخلل، لانه بيتكلم ما حدش بيدي له اسعار اي كلام. ما حدش بيشوف. ما ده الخلل الموجود. ما احنا قلنا بنقول ايه؟ اهل مكه ادرى بشعبها. إيه عدم التخصص. لما احب اتناقش في موضوع اذا كان وزير التموين مثلا بيتكلم عن اسعار وزير التموين يا فندم متخصص؟ وزير التموين مش هتعلى الاسعار. قعد اسبوع واتنين يتكلم، وبعد يومين ثلاثه راح رافع الاسعار. عشان كده الناس شاطت. لما يغلي اللحمه 21 جنيه و1000 جنيه نظريه العرض والطلب. طيب. نظرية العرض والطلب في التدخل في عملنا أنا أعتقد أنها بتسيء لنا. ليه بتسيء لنا؟ لأن العرض كتير يبقى السعر ثابت. طب لو العرض قل على نفس السلعة يبقى بتزيد سعرها بدون أسباب للزيادة، عشان كل ما لكنها مش موجودة بيزيد سعرها. لا الموضوع روج التكلفة سابقا. وإحنا دلوقتي العرض يعني والطلب تكاليف. من خلال ده المناقشة. ده شيء يا فندم. حاج حاج أنا عايز أتكلم على أن السلعة لا تكاليف. اللي هو قابل للاحتكار واللي هو يقدر يتحكم فيه المحتكر، ولكن انا بتكلم على شكل عام بالنسبه للزراعه. احنا هنظبط الاليه دي على ارض الواقع حقيقي؟ انا مع الدكتور عبد العزيز لو قدر يظبطها. طب ماشي. وما عنديش اي اختلاف معاه، ولكن المزارع المصري اللي هو بيزرع بالطريقه التقليديه العاديه عنده مشاكل بتعوقه كبيره جدا. ممكن الزرع ده يتلف كله، انت هتعوضه ازاي؟ عايز اعرف هتعوضه ازاي. اكبر طيب. مشكله ان الرقعه الزراعيه عندي مفتته تتقلص. دي من اكبر المشكلات اللي بتواجهنا. دي اكبر مشكله عندي. لكن احنا النهارده الازمه يا استاذ عمرو، احنا عندنا ازمه وكلنا عارفين ان احنا عندنا ارتفاع في الاسعار، وعارفين ان احنا الاجور لابد نعترف بكده. احنا لو ما اعترفناش بكده الاجور ثابته. ايه بلد ايه؟ بلد 3 4 سنين كل واحد اجر ثابت وما بيتغيرش. ورغم كده الجنيه المصري انخفض بنسبه 50%. ده كلام مظبوط. فالمواطن شايل الطين. يبقى احنا عاوزين نقول فكر جديد كيفيه ان نخرج من هذه الازمه بايه؟ يبقى لازم اتجه بقى ان انا ما اتجهش للاستيراد. الامكانيات المتاحه حسب ما هي موجوده اسال الاستغلال الامثل، واشوف انا بستورد ايه؟ انا بستورد 7 مليون طن قمح، ليه ما انتجش؟ انا النهارده بستورد 7 مليون طن ذره. طب ما هو ده ما زرعش. ما احنا بنقول يا دكتور عبد العزيز، ما انا بقول لك يبقى لازم نرجع للفلاح المصري طيب. ونشوف المشاكل مشاكل الفلاح. انا عايز
انت هتخلص خلاص. لا لا انا بس عشان الوقت, يعني ست البيت مش هتستفيد حاجه من مش من لا. وضع الزراعه ست البيت ست البيت احنا بنقدر نطمن. انا عايز اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. هل انتم في سوق العبور في يعني انا مثلا في بلاد كتيره جدا حتى في امريكا وفي بريطانيا وفرنسا وفي روسيا الناس بتبقى خارج المدن في سوق جمله اوكي, بس بيبقى فيه محلات بسعر يعني محلات تجزئه بسعر الجمله, بسعر الجملة. هو هل عندكم انتوا في العبور كده؟ عندنا في العبور نفس اللي انت بتتكلم عنه بس بشكل ايه غير مباشر. ازاي بشكل غير مباشر؟ يعني من خلال وزاره التموين. احنا عندنا مبنى الفرز والتوزيع للمجمعات الاستهلاكيه. قلنا للوزير السابق يا معالي الوزير وجه افتتح شركه الاهرام, قلنا له اوجد بيع وشراء في داخل المجمع, استجاب. بس احنا عايزين الاسعار اللي هي داخل المجمع الاهرام او النيل تبقى فعلا قريبه جدا من سعر الجمله حتى المواطن يعني ما يحسش ان في فرق. ده اللي احنا بنأكد. الفرق قد ايه دلوقتي؟ ما نقدرش نظبطها. ولا دكتور عبد العزيز مثال مثال ما هو يا فندم انا هضرب امثله في ايه وفي ايه, في الطماطم ولا البطاطس ولا البصل ولا الثوم ولا الخيار ولا البصل البصل يعني يعني حوالي 50 قرش في الكيلو لو اتباع بسعر قريب مخفض من سعر الجمله. يعني النهارده البطاطس بتبدا من 175 قرش لغايه 2 جنيه وربع. لو اتباعت ب 2 جنيه ونص في داخل المجمعات ده احنا بنوجد حاجه جميله. وبعدين احنا عندنا المجمع داخل السوق, يعني انت مش هتاخد غير تاخد وتعبي وتعرض تبيع, يبقى ده شيء كويس. ده اللي يعمل توازن. وكمان زياده المعروض بقى خارج المجمعات اللي هي داخل القاهره وكل حاجه موجوده والقليوبيه والجزيره كل حاجه موجوده كله يا فندم متاح. ولكن احنا عايزين يعني نيجي لو جيت مثلا اشتري خزين رمضان بتاع يوم ده انت تيجي يعني يا فندم انت تيجي على راسنا من فوق بس يا ريت بقول لك باسعار اقل عشان تقول ان لا 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 لا, لا احنا ما نعملش كده. احنا بنعمل حاجه بس احنا ربنا يخلي معاك. احنا بنعلن بشكل يومي وعايزين ده. احنا عايزين نوصل مين المستغل الحقيقي, مين اللي بيلعب باقوات الناس. الاسواق العشوائيه اللي احنا بنعاني منها كاسواق رسميه ومراقبه من الدوله فين احنا يعني احنا قلنا لسياده الوزير التموين لو سمحت معالي الوزير السابق والاسبق والاسبق احنا عايزين نجتمع بدوله رئيس الوزراء او وزير الزراعه. عندنا مشكله مع الفلاح, احنا بشكل مباشر وغير مباشر مع الفلاح. احنا ما نقدرش نعرض سلعه غير بنعرضها بنسوقها لصاحبها الفلاح المصري. وكمان ضبط السوق مع وزاره التموين وكمان الاسواق العشوائيه مع دولة رئيس الوزراء ان هو يتدخل يرفع الاسواق العشوائيه اللي بتستغل الناس وبتلعب باقوات الناس دي وهي ما بتدفعش حاجه للدوله متهربه. الاسواق العشوائيه اللي هي زي مين؟ يعني زي مثلا احنا مش عايزين نقول اسماء حتى يؤخذ علينا ولكن هنقول الاسواق العشوائيه اللي داخل القاهره الكبرى في الجيزه اكثرهم في القليوبيه وفي الجيزه وفي القاهره في سبيقوس يعني وبلاقسو. ما هو الاسواق دي بتقدم خدمات للناس بتقدم خدمات بس تحت يعني يا ريت تبقى تحت اسواق مراقبه من الدوله. احنا مش زعلانين هم يتعمل لهم سوق يا ريت تبقى. وبعدين احنا على فكره يا فندم سوق العبور مش شغال موجوده اسواق يا فندم مش شغال بكامل طاقته ولكن هي عشوائيه عشوائيه. احنا بنقول ما عليهاش رقابه ايه عشان تظبط الاسعار. لكن انا سوق العبور قلت هنرجع الرقابه هتراقبك ازاي؟ هتحدد سعر ازاي؟ النهارده يا فندم معلش ما صح ما هو ده كلام صح. مش ما حدش يقدر يحدد سعر. طب ما هو لا تملك انت ولا انا على رقبك. الحاج طه الحاج طه العلاج من وجهه نظري لابد ان يحدث توازن في الاسواق بين ما يباع عن طريق السوق الحر وبين ما يباع بلاش بقى بمراقبه الدوله بمعرفه الدوله عن طريق المنافذ الموجوده. بالظبط الشركه شركه القبض الشركه القبضه للصناعات الغذائيه هي اللي بتقوم بدور كبير. النهارده الشركه القبضه في مصر شركه ان قلت لحضرتك ان انا قعدت مع رئيس مجلس ادارتها وشرفني هذا ان مكتب قد الاستوديو ده 5 مرات وعربيات بسم الله ما شاء الله فوق الوصف مش كده حاجه ولكن طبعا. والله كده يا اخي ولكن لما مين ده مين يا فندم لما ممدوح بيه عبد الفتاح نص ده ما فيش ده اصوره بيه هو رئيس ايه رئيس ايه الشركه القبضه الشركه القبضه. لكن اللي انا عايز اللي انا وانا بيشرفني معرفته شخصيا وانه راجل محترم اللي انا عايز اقوله بقى ان شركه بالفخامه دي يجب ان يتوفر لديها اما نيجي نشتري بضاعه نشتري بضاعه تلاقي من الاسواق نشتري بضاعه مطلوبه وسعرها يبقى موجود تنافس في الاسواق بين المستورد وبين المصدر وبين الناس دي كلها. اتفضل يا فندم. معذرة يا فندم متاسف يعني اقطع حديثك. احنا اهم حاجه عندنا المواطن يخش يلاقي تسويق جيد. ما هو انا قلت التسويق الخارجي وانا النهارده لما اجي اقول ان اداره التسويق في الشركه القبضه يجب انها بيبقى في ثقافه للتسويق. بالظبط ما يحملش التاجر لما يروح يقول له انا عايز رز يديله رز هندي والسوق يرفضه.
ما يحملش. انت بتجيب، انت جبته من الاصل ليه لما هو مرفوض في السوق؟ طيب يبدو ان الكلام عن روشتة واحده وموحده ومركزه لحل مشكله تفاوت الاسعار وارتفاع الاسعار طبعا سيستغرق وقت طويل للاسف. لا يعني هم ثلاث كلمات، التوازن مطلوب. طب اتفضل. انا عايز اقول للناس ست البيت، انت مهتم بست البيت، انا ما فيش داعي تتكلم، هي الاساس يا فندم. ما انا بقول لا داعي ان تتكلمي على المنتجات متوفره. وعايز انصح بعد الاسبوع الاول من رمضان ستنخفض كل السلع بنسب تصل الى 25%. انا عايز العنوان ده، انا عايز العنوان ده. فانا اتمنى من ست البيت ما تتكلميش على السلع، خدي اللي يكفيكي في الاسبوع الاول. وانا بقول لك وقولي لي في البرنامج ده لو جيت انت قلت كلامك مش مظبوط، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، احنا النهارده بنعمل مشروعات ضخمه جدا لزياده الطاقه الانتاجيه. ده اللي انا عاوزه بقى، يعني بعمل مشروعين ثلاثه في قنا. مشروع في قنا ضخم جدا للثروه الداجنه، ده ربما يوفر كميات ضخمه جدا ويعمل اكتفاء ذات المنطقه هناك. وعندي ايضا مشروع للثروه الحيوانيه، بنعمل عجلات عشار وتحت عشر، وهنعمل تنميه وتوفير فرص عمل في قنا. يمكن بامر الله بعد غد انا عندي لقاء هناك في قنا، هنتكلم على موضوع العجلات العشار والمشروع القائم. النهارده مع وزير الزراعه في مجلس الوزراء ومع نائب وزير الزراعه الدكتوره منى محرز، اتمنى ان يكونوا خدوا فيه قرار النهارده بتخصيص الارض لهذا المشروع الضخم اللي هيوفر فرص عمل كبيره جدا ويزود الطاقه الانتاجيه في مصر. كويس جدا، لجرعه التفاؤل دي اللي احنا ننهي بها الفقره. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الثروه الداجنه باتحاد الغرف التجاريه، شكرا لك استاذ حسين، شكرا للساده المشاهدين، سكرتير الشعب العامه للمواد الغذائيه باتحاد الغرف التجاريه، والاستاذ حاتم النجيب متحدث باسم تجار سوق العبور للخضار والفاكهه. شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين، مصر كلها بخير. بعد الفاصل صفحه جديده من كتاب التاريخ المصري، صفحة بالتأكيد في عدد كبير من المصريين ما يعرفوش عنها حاجة. النهاردة هنفتح صفحة الأرمن في مصر، أو المصريين الأرمن زي ما بيحبوا يقولوا عن نفسهم، لأنهم يعني في الأول وفي الآخر مواطنين مصريين 100%. النهاردة هنشوف فيلم عن المصريين الأرمن، وهنقضي مع حضراتكم سهرة مع أبطال الفيلم، وأيضا مع مجموعة من الراقصين والراقصات اللي هيقدموا لنا فنون شعبية أرمينية وأغاني أرمينية. خليكم معنا بعد الفاصل. برافو برافو. يمكن قبل طبعا ما
أبدأ هذه الأمسية الأرمينية لازم أحيي ثلاثة من الزهور الأرمينية المصرية الجميلة اللي كانوا بيؤدوا رقصة اسمها حتة من السماء. الرقصة اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي اسمها حتة من السماء، وألوان الفساتين اللي لبساها نانور وتانيا وجارين دي بتعبر أو بترمز للعلم الأرميني. برحب بحضراتكم مرة أخرى في رأي عام، ومن خلال الرقصة أكيد حضراتكم فهمتم أنه أمسيتنا الأرمينية ابتدت. احنا هنعرض لحضراتكم النهاردة فيلم تسجيلي اسمه إحنا المصريين الأرمن. أكثر من قرن من الزمان مر على المذبحة البشعة اللي قامت بها الدولة العثمانية للأرمن سنة 1915. يمكن أنا كان عندي حظ كان كويس، من سنتين رحنا إلى أرمينيا إلى يريفان لما كانت أرمينيا ومعها كل الأحرار في العالم بيحتفلوا أو بيحيوا ذكرى هذه المأساة اللي جرت على يد الأتراك العثمانيين. الإحصاءات بتقول أن أكثر من 1.5 مليون أرميني قتل في هذه المذبحة على يد الأتراك العثمانيين، ونتيجة لذلك فر عدد كبير جدا من الأرمن في بلاد الله الواسعة، راحوا هربوا من العثمانيين. جزء منهم جاء إلى مصر، حوالي العدد من 4000 ل5000 أرميني وصلوا على متن 6 سفن فرنسية إلى ميناء بورسعيد، ومن هنا بدأت قصة الأرمن في مصر. يمكن القصة دي لها فصل آخر، فصل سابق على هذا الفصل، لأنه المذابح العثمانية للأرمن ما كانتش فقط سنة 1915، لا ده كانت سنة 1894 كان فيه مذابح اسمها المذابح الحميدية. نتيجة هذه المذابح اللي تعرض لها الأرمن وصل مصر حوالي 2000 أرمني. يبقى قصة الأرمن في مصر لها فصلين، فصل سنة 1894 وفصل سنة 1915. طبعا مأساة، لكن ربما لولا هذه المأساة ما كناش شفنا المكون الأرمني في النسيج الاجتماعي المصري الوطني. أرمن كتير جدا أثروا الحياة الثقافية والتجارية والسياسية، كل المجالات في مصر أثراها عدد كبير جدا من الأرمن أو من المصريين الأرمن زي ما هم بيحبوا يسموا نفسهم، وزي الفيلم اللي هنعرضه على حضراتكم بعد المناقشة. طبعا إحنا المصريين الأرمن هنلقي الضوء من خلال هذه الأمسية على إخوة لنا في الوطن، على المكون الأرمني في النسيج المصري، وده بنعمله علشان نذكر من نسي ونخبر من لا يعلم بأنه مصر على مدى التاريخ كانت ولا تزال بتفتح ذراعيها للجميع، إيطاليين، يونانيين، شركس، أرمن، سوريين دلوقتي، يمنيين، عراقيين، ليبيين، كل هؤلاء يجدون الحضن في مصر اللي لا تسمى بلد لجوء أبدا وإنما وطن يسع الجميع. اسمحوا لي أرحب بضيوفي الكرام اللي موجودين الآن معي في الاستوديو، صناع فيلم إحنا المصريين الأرمن، الأستاذ وحيد صبحي المخرج، أهلا بحضرتك أستاذ وحيد. أستاذة حنان عزة الباحثة والمنتج المنفذ للفيلم، أهلا بحضرتك أستاذة حنان. أستاذة إيفا دادريان كاتبة السيناريو، أهلا بحضرتك أستاذة إيفا. أهلا بك. طيب الناس مستنية تشوف فيلم، هتشوف إيه يا أستاذ وحيد؟ أنا عايز بس الأول أشكرك على الحلقة النهاردة والفيلم، لأنه إحنا دايما كان عندنا يعني حلم كده من أول ما عملنا الفيلم دوا إن الفيلم يبقى الناس تشوفه، ده كان يعني هدف عندنا من أول ما عملناه. أنت عارف دايما الأفلام التسجيلية يعني بتصنف دايما تحت إن هي بتتذاع في أماكن صغيرة، فكان دايما عندنا حلم إن الناس كلها تشوف الفيلم. ليه فيلم الأرمن تحديدا؟ أولا الفيلم بيتكلم عن تاريخ مصر، بس احنا اخترنا زاوية جديدة
هي زاوية الأرمن المصريين الأرمن. الفيلم عبارة عن تاريخ مصر من حكايات الأرمن المصريين. اخترنا الأرمن المصريين لأن تحديدا هم جم هنا قعدوا في مصر، ابتدوا ان هم يشتغلوا، ابتدوا ان هم يعني زي ما مصر ادتهم او خلتهم يبقوا مكان آمن يعيشوا فيه، كمان هم ادوا لمصر كتير، ادوا لمصر من هم اشتغلوا وتعبوا، وزي ما بنقول دايما ان هم جم ما عندهمش اي حاجة لكن دخلوا في كل النسيج المصري. يعني هنشوف منهم فنانين مهمين جدا، هنشوف منهم تجار صناع في كل المجالات موجودين. فالفيلم ده كان عايز يأكد على حاجة مهمة جدا، ان تاريخ مصر تاريخ مهم. احنا زي ما بنقول دايما احنا التلاتة ان احنا الناس بطلت تتكلم عن تاريخ مصر، فده كان يعني احنا بنحاول نحط يعني ضوء كبير ان مصر كانت عندها يعني ميزة مش موجودة في اي بلد تاني. وانا يعني بقول بجد ميزة مش موجودة في اي حتة تانية، ان هي كان عندها يعني مزيج كده بتقدر ان هي تستوعب كل حاجة. كل الناس كانوا موجودين في مصر، كل الأديان، كل الجنسيات، كل من كل مكان كانوا موجودين في مصر وكانوا بيعيشوا بمنتهى الحرية. يعني مصر كانت بلد مختلفة، وده الأسرى الحياة في مصر في الفن وفي الموسيقى وفي السياسة وفي كل حتة. طيب استاذ حنان، ليه الأرمن بالذات؟ ليه الأرمن بالذات؟ ممكن نقول هي ما كانتش مقصودة الأول. احنا كنا غاويين ان احنا ندور على مصورين عموما كانوا صوروا مصر في فترة الثلاثينات والاربعينات، بس الصدفة خلتنا نوصل ان الاهم المصورين اللي كانوا موجودين في الفترة دي كانوا مصورين ارمن، يعني زي مثلا البان، في برضو يعني فان ليو. فاحنا الاول كان بحثنا في الاساس عن المصورين. من المصورين قدرنا نشوف انه لا، مش المصورين بس، لا ده في ناس كتير جدا هما بس يعني ورا الجالية، يعني يعتبر هما العمود الفقري بتاع الجالية كانوا الفنانين. فمن هنا بدنا ندور على لا، احنا عايزين اكتر، عايزين نعرف اكتر الناس دي منين جات ليه عشان ايه، ومن هنا اكتر بدنا نتوسع في الريسيرشنج بتاع الجالية الارمنية. استاذة ايفا، حضرتك ارمينية؟ ايوه. ومصرية. مصرية ارمينية. انتوا بتحبوا تقولوا عن نفسكم مصريين ارمن. بالظبط. ليه؟ مصر احنا ارمن اصلا، بس اتولدنا وعشنا في مصر، فاحنا مصريين زيك زي اي مصري تاني. النسيج زي ما انت قلت، يعني احنا دخلنا، الارمن دخلوا في نسيج المصري الاجتماعي الاقتصادي الفني السياسي حتى، فما فيش فرق بيني وبينك. صحيح، ما فيش فرق خالص، فانا مصريه ارمنيه. ساعدتي الاستاذ وحيد والاستاذ حنان في السيناريو، انت اللي عملتي السيناريو الفيلم، ايه الحاجات اللي انت كنت عايزه تظهريها كمصريه ارمنيه؟ اولا انا فخوره قوي ومبسوطه قوي اني عملت يعني اشتركت مع وحيد وحنان في الفيلم ده. اصل انا ارمنيه فكنت عايزه اكلم على اهلي يعني الارمن، واكلم على بلدي يعني مصر. فالفيلم ده اداني الفرصه الاوبورتيونيتي اني ممكن اجيب الاثنين مع بعض. واظن نجحنا في المشروع بتاعنا. انا ساعدت في اصل انا عارفه تاريخ مصر زي كل معظم المصريين، اعرف تاريخ مصر واعرف تاريخ الجاليه الارمنيه. طبعا الجاليه الارمنيه كان في ارمن زمان يعني قرون طويلة كانوا موجودين، بس ما كانوش يعني أورجنايزد كجالية، منظمين. وابتدوا يكتروا من وقت ما محمد علي جابهم من الدولة العثمانية من تركيا عشان يبني مصر. فهم اشتغلوا، أخذهم وشغلهم في مناصب كبيرة كتيرة. عين واحد منهم وزير للتجارة، يمكن طبعا ناظر للتجارة سمه. للتجارة والشؤون الأفرنجية زي ما كانوا بيقولوا، يعني الشؤون الخارجية. فده أول واحد. وبعدين في الخديوي إسماعيل كمان
كان عنده كمان علاقات قوية قوي مع الأرمن، خصوصا مع نوبار باشا اللي كان رئيس وزراء، أول رئيس وزراء في مصر الحديثة. أصل كان في رئيس وزراء زمان بس هو في مصر الحديثة، ففي نوبار وفي ناس كتار. فكان كنا لازم نجيب التاريخ ده، بس أهم حاجة عندنا كان المجزرة طبعا، واللي حصل من بعد المجزرة. طب انتوا كنتوا عايزين تقولوا، يعني السؤال لحضراتكم انتوا التلاتة، كنتوا عايزين يعني تتكلموا عن المجزرة اللي حصلت للأرمن في تركيا، ولا عايزين تشيروا إليها مجرد إشارة على أساس نقارن بين الأرمن اللي كانوا في تركيا والأرمن اللي موجودين في مصر؟ لا، احنا واحنا بنعمل السكريبت، يعني بعد ما اتفرجنا على الماتيريال وقعدنا احنا واحنا بنعمل السيناريو، قلنا احنا لازم نعرف الناس معظم الأرمن اللي هو كجالية جم بعد المجزرة، فكنا لازم نبتدي بالمجزرة. فاحنا ابتدينا بالمجزرة حتة صغيرة قوي علشان نعرف الناس ايه اللي حصل، لانه احنا لو دخلنا على طول على ان الأرمن، يعني الناس مش هتفهم هم ليه جم مصر. صحيح كان في أرمن يعني قبل المجزرة، ومن يعني من قبل حتى من قبل محمد علي، بس التكوين الجالية والتنظيم زي ما إيفا قالت جه بعد المجزرة. فإحنا ابتدينا بالمجزرة كنعرف الناس، ودي خلقت حتى في العروض لما كنا بنروح، خلقت نوع من ان الناس بقت بتسأل المجزرة دي. في ناس متعرفش، يعني في ناس يعني او مش فاهمة ليه المجزرة حصلت. فاحنا ما دخلناش قوي في المجزرة، لكن ادينا نبذة عنها كويسة بحيث ان هي تشير انه ايه اللي حصل. لكن كان همنا الاكتر والاهم هو من بعد ما وصلوا مصر، تحديدا 1915 لما السفن جت على بورسعيد، وده كان المهم بالنسبه لنا جدا، لانه زي ما ايفا قالت في الفيلم انه الكامب بتاع بورسعيد ده يعتبر يعني اول كامب معسكر بالظبط على الطريقه الحديثه، يعني وده كان مهم جدا ان احنا نقول انه ال- 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 السفن لما جت على مصر والناس جت على مصر اتفتح لهم الباب، ورغم ان يعني احنا كنا ان مصر كانت تحت ما زالت لسه يعني تبع للدولة العثمانية، لكن الناس جم هنا في مصر وقعدوا. فاحنا كان المهم بالنسبة لنا الجزء المصري. المجزرة كانت علشان خاطر نقول الناس تعرف ايه اللي حصل. طيب، واحنا بنتكلم دلوقتي انا شايف يعني اصدقاء اعزاء مصريين ارمن واقفين خلف الميكروفون، شكلنا كده هنسمع اغنية ارمنية، مش كده؟ مظبوط. طيب، انا برحب بسيرج، وبرحب بنانور، وبرحب بتالين، و يعني اعذروني لو نطقت الاسماء غلط. لا. كله صح؟ طب الحمد لله. هنسمع ايه؟ علشانك فقط. علشان اوكي. نسمع مع بعض. Come, yeah.
شكرا لسيرش ولنانور ولتالين على الأغنية اللي استأذن إيفا إنها تقول لنا عن إيه. أغنية حب كل حاجة عشانك أو عشانك. أها. أغنية حب. حب للحبيبة ولا حب للوطن ولا حب لمين بالظبط؟ الحب للحبيبة أو للحبيب بس هنا الحبيبة. طبعا بيتربط بالحب للوطن. اوكي. وكل الاغاني الارمنيه في الكونكشن ده، في اللينك بين الحبيبه والوطن. وانا في المقاويه تكمله لايفا، وانا في المقاويه سمعت اغنيه اللي هي دي عجبتني جدا، قعدت روحت قعدت عايز ادور عليها، فاكتشفت في الاخر لما سالت ايفا ان هي اغنيه بتتكلم برضو عن الحب، بس هي برضو ارتبطت بالوطن. مرتبطة بالوطن. مرتبطة بالوطن. يعني توازي ايه عند المصريين اللي هم مش ارمن؟ توازي مثلا اغنية شادية حبيبتي يا مصر؟ يمكن. ممكن. ممكن. هي اللغة الارمنية صعبة؟ عشاني لا. عشان انا؟ طب عشاني انا؟ انا بعرف على فكرة كم كلمة بالارمني يعني. لا مش صعبة. لو يعني لو عايز يعني هايس هايم ايو هايم يفشادو رخم يفشادو بردم. انا سالتها ارمنيه بتقول لي ايوه. لا مش صعبه مش صعبه مش صعبه طبعا. بس طبعا احنا عندنا لغتين، يعني عندنا اللغه الارمنيه بس في اللغه اللي بيتكلموها في الجبال؟ لا. في ارمينيا. أوكي. اللي احنا بنسميه ايسترن ارمينيان الشرقيين. وفي الارمينيا الويسترن ارمينيان اللي احنا بنكلمها. ف بس بنفهم بعض طبعا. بنفهم بعض، بنكتب نفس اللغه، بنفهم بعض، ويعني هي اللغه واحده بس في حاجات متغيره في اللغتين. طيب ارجع للفيلم احنا مصريين الارمن، اختيار الاسم والتسميه استاذ وحيد يعني وكانكم كنتوا عايزين وكان ابطال الفيلم يعني عاوزين يرسخوا لدى المشاهد لدى المتلقي تمسكهم بوطنهم مصر. بالنسبه لنا كانت اصعب حاجه هو اختيار الاسم. اختيار الاسم كان هيفرق معانا كتير يعني جدا. ما قلتوش مثلا احنا الارمن المصريين. لا احنا المصريين الارمن. مش بس احنا ربطنا ده بالفيلم. يمكن الناس هتتفرج النهارده يعني اخر جزء من الفيلم، مش عايز احرق يعني، بس هو بيتكلم عن اسم الفيلم. احنا لما قعدنا وخلصنا الفيلم قعدنا فتره طويله بندور على عايزين اسم يكون اول ما تسمعه يوصل لك
احنا عايزين نقول ايه؟ فلقينا انسب حاجه نقول احنا المصريين الارمن، وتبقى كلمه المصريين هي قبل الارمن، لان هم ببساطه هم مصريين. يعني انا حتى عن نفسي انا ما بحبش كلمه جاليه، يعني انا لو سالت انا ما بحبش كلمه جاليه، لان بحس ان كلمه جاليه هي كلمه يعني كان هم يعني عايشين منعزلين او عايشين لوحدهم او ما لا، يعني هم في الاخر انت بتتعامل مع مصريين عندهم كل الحقوق، عندهم كل الواجبات، عندهم بطاقه، عندهم يعني كل حاجه، بيخشوا الجيش. في منهم ناس جوه الفيلم بيقولوا احنا بنخش الجيش وخدموا في البحريه المصريه وفي الجيش المصري، فهم يعني هم مصريين عاديين. فعشان كده كان اختيار الاسم، ويمكن الاسم خلى الناس بتتشد اكتر لان هي تعرف القصه. ايه القصه؟ طب استاذة حنان، انتوا بداتوا الفيلم امتى وخلصتوه امتى؟ احنا بدينا تقريبا اخر 2014، وفضلنا في شغالين لحد تقريبا ما الفيلم نزل في مهرجان القاهره السينمائي اللي فات، يعني 2016. انا تقريبا سنتين ونص شغالين في الفيلم، يعني عشان نجمع ماتريال ونحاول نعمل كفرج يعني لشخصيات متنوعه جدا في كل المجالات اللي هو ساهموا فيها الارمن في مصر. كنتم مركزين على حاجة معينة؟ يعني مثلا تمسك الأرمن بهويتهم الثقافية ما ضاعتش، الهوية الثقافية، اللغة ما ضاعتش، العادات والتقاليد ما ضاعتش في 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 مصر. دي كانت ميزة أنا نفسي يعني عجبتني جدا، إن هم حافظوا على الهوية بتاعتهم، على اللغة، وكمان مرة على اللغة بتاعتهم هي الهوية. رغم إن هم يعتبروا دلوقتي إحنا بنتكلم في وقت هم كانوا جاليه كبير، يعني كانوا عددهم كبير جدا وقت الستينات او الخمسينات، حتى وصلوا لعددهم من 50 لـ60 ألف. مصرة زعلي وحيد يمكن مش بيحب الكلمه، بس احنا بنتكلم على واقع مجازاً. وبعدين للاسف احنا كمان المصريين ككل بقينا اي حد اصوله مش مصري قوي فيقول ده الخواجه فلان، يعني انه برضه بنعزلهم، فهي يعني درجة كده. بس أنا صراحة عجبني جدا فكرة تمسكهم باللغة. في البيت لازم بيتكلموا أرمني، يطلعوا مجرد ما يطلعوا من البيت بيتكلموا مصري عادي من غير أكسنت خالص، ما تفرقهمش عن أي مصري عادي. ده يمكن أكتر حاجة يعني مميزة ليهم. ليهم صحف، ليهم أنشطة، ليهم نوادي خاصة بيهم إنها تحافظ على الهوية دي، وفي نفس الوقت هما دايبين في المجتمع المصري تماما. بالظبط. طب ايفا، يعني انا عشت فتره طويله جدا في روسيا، واتعاملت مع ارمن كتير، وبعرف ازاي الارمني يعني بيحب بلده. وطبعا علشان ارمينيا حصلت على الاستقلال من الاتحاد السوفيتي سنه 91، والنعره القوميه، خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها، كانت عاليه قوي في الفتره دي. انتم كأرمن، كمصريين أرمن، ما فكرتوش انكم تسافروا على أرمينيا؟ خلاص بقى في دولة وفي جمهورية وفي بلد وفي باسبور وفي في كل حاجة. في 46 1946 و47 و48 في أرمن من مصر، من لبنان، من سوريا، من اليونان، سافروا، راحوا أرمينيا. راحوا أرمينيا. طبعا كان أياميها أيام ستالين والسوفيت سيستم، الاتحاد السوفيتي، ولسه موجودين يعني الأجيال اللي اتولدوا هناك. بس بعديها ما فيش حد فكر، أصل الوضع في الاتحاد السوفيتي كان صعب، فما حدش فكر. بس مال الاتحاد السوفيتي انهار في 91، لحظه واحده معايا اتفضل. فما حدش فكر بعد ده لغايه ما استقلال ارمينيا في 91 زي ما حضرتك قلت. بس في الوقت ده بين ستالين و91 في حاجات حصلت في المنطقه، سياسيات اتغيرت، فالارمن بدل ما يسافروا على ارمينيا سافروا على كندا، سافروا على الولايات أمريكا، المتحده، على استراليا، على برازيل، فما راحوش على ارمينيا. اصل كان في الـ 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 الفكره ان السوفيت لسه موجود،
فكانوا بيخافوا النظام السوفيتي. كانوا بيخافوا. وفعلا في مصريين كتير، وانا عارفه من اهلي، في مصريين، في ارمن مصريين ماتوا في سيبيريا ايام ستالين، معسكرات، في المعسكرات. فالناس كانوا خايفين يروحوا. بس دلوقتي زي ما انت بتقول، اخذوا، في ناس بياخدوا الجنسيه الارمنيه، في بيروحوا، مفيش مشكله، بيروحوا، مفيش مشكله، لا مفيش، لا. بس انا قصدي يعني مش بيروحوا زيارات، يعني انا قصدي يروحوا يستقروا هناك. فعلا في بيروحوا، في بيشتروا بيوت وبيعيشوا فيها. يعني بيروحوا مثلا 6 أشهر في ارمينيا وست اشهر في مصر بين هنا. يعني بس يعني ما في كذا واحده او واحد في مصر، هنا مصر عندهم بيوت هناك، بيوت هناك، وبيروحوا يعيشوا هناك 6 أشهر. ده علشان الارمن اغنياء؟ لا، اصل بيحبوا بلدهم. اصل ما يعرفوش يعملوا يفصلوا من مصر ويروحوا بس ارمينيا. فعشان كده بيعملوا 6 أشهر هنا و6 أشهر هنا. يعني يمكن احنا لسه انا هكمل، يعني احنا لسه جايين، كنا بنعرض الفيلم في مونتريال للارمن المصريين تحديدا، و انا مش عايز اقول لك قد ايه، يعني انا شفت ده بنفسي واتفاجئت ان قد ايه المصريين، انا بتكلم كمان تحديدا عن المصريين الارمن اللي موجودين هناك، قد ايه بيحبوا مصر. انا مش بقول الكلام ده عشان اي حاجه، انا بقول اللي انا شفته بالظبط، قد ايه بيشوفوا مصر، قد ايه الفتره اللي هم عاشوا فيها في مصر هي الفتره اللي هم نفسهم يرجعوا لها، وان نفسهم يرجعوا مصر تاني، وما صدقوا لما شافونا مسكوا فينا كانهم شافوا مصر. فهم سافروا كأي، يعني عارف انت اللي هو زي المصريين، يعني ظروف الحياه الاقتصاديه في مصر في الستينات وفي السبعينات كانت ابتدت الناس، يعني مش بس الارمن، المصريين كلهم ابتدوا يحصل يعني موجات من الهجره، يعني لسبب الاوضاع اللي في مصر ما كانتش كويسه، فطبعا كانوا بيسافروا، فالناس طلعت زيهم زي اي مصري، زي اي مصري، فطلعوا على البلاد اللي كان فيها ساعتها هجره، زي كندا، زي امريكا. يعني مش هتلاقي في اوروبا كتير، يعني هتلاقي في كندا وفي امريكا اكتر، لان دي كانت البلاد، في استراليا دي البلاد اللي كانت فاتحه الهجره. فلما احنا رحنا هناك فعلا، يعني انا بقول لك شفنا قد ايه هم يعني بيحبوا مصر. تجربتي بقى مع ان انا مصري، يعني رغم ان انا كل ما في اي عرض، كل العروض العربيه يقول عليك ارمني، بتسال بيقولوا لي هو انت ارمني، طب انت ليه عملت الفيلم؟ بالعكس انا بقول لهم انه عشان انا مصري فانا عملت الفيلم، لانه ده جزء من تاريخ مصر. فاللي انا شفته هنا في الارمن، يعني المصريين تحديدا، ان هم عندهم تمسك بالهويتين المصريه والارمنيه. فبكمل كمان كلام ايفا، ان هم ما بيقدروش يبعدوا قوي، يعني حتى لو بعدوا بتبقى رجل هنا ورجل هنا. والمصريين كده برضو على فكره، مش بس الارمن المصريين. صحيح. النهارده بعد الحرب اللي في سوريا مثلا، في الاف ارمن هجروا على ارمينيا، خاصه في حلب، من حلب ودمشق ولاتاكيا، رجعوا على أرمينيا وبيشتغلوا كويسين قوي. وحتى مش بس في أرمينيا، في ناس قالوا احنا عايزين نروح غرباغ مثلا، المنطقة اللي تحت قنابل من أذربيجان طول الوقت، بيشتغلوا بيعيشوا هناك. يعني في أكيد الناس دول، السوريين الأرمن، عايزين يرجعوا لسوريا أكيد. أنا زي ما الأرمن عايزين يرجعوا إن شاء الله يرجعوا، وسوريا يعني تعود زي ما كانت بالضبط إن شاء الله. أنا يعني مش عارف أقول إيه، بس أنا فعلا سعيد بهذه الأمسية، وسعيد بلقائكم، سعيد بهذا الفيلم اللي احنا هنعرضه يعني بعد قليل. لكن احنا لقاءاتنا مع أبطال الفيلم ومع مصريين أرمن هيظهروا في الفيلم لقاءات متواصلة. عندنا لقاء بعد الفاصل هيكون مع 3 من المصريين الأرمن، نتكلم فيه عن الحياة بشكل عام. واحد منهم يعني ربنا يديله الصحة وطول العمر، يعتبر أكبر المصريين الأرمن سنا، فوق 90 سنة. هنتكلم معاه في كل حاجة، في مقارنة بين الحياة زمان والحياة دلوقتي،
هنتعرف على جوانب كتيرة جدا من حياة المصريين الأرمن، زي ما قلنا مكون أساسي في النسيج الوطني المصري. أنا بشكركم شكرا جزيلا أستاذ وحيد صبحي مخرج إحنا المصريين الأرمن، أستاذة حنان عزة الباحثة والمنتج المنفذ للفيلم، أستاذة إيفا داداريان كاتب السيناريو، شكرا جزيلا لحضراتكم. نشوفكم بعد الفاصل. شكرا. این زی همار تو نهیر آشخاری می نگویس کس گر که ای آنتاتار ور لاهیر این زیار کس گر که ای آنتاتار ور لاهیر این زیار حساقت پارت سر چناری بس سایند آنو سخاگی بس لذت کاخ سر شکاری بس سایند پایلون آره بی بس حساقت پارت سر چناری بس سایند آنو سخاگی بس لذت کاخ سر شکاری بس تمکت پایلون آره بی بس Kes sirelem sirelis, gespasem kezim hokis, orukisher antatar, vormianak menkirar, orukisher antatar, vormianak menkirar. Hey, hasaget partser, chinaharibes, tsaynedanus sohagibes, lezut kachser, shakaharibes, Temket pailun arevibes, asaget parser chinaharibes, tsayne danus sohagibes, lezut kachser shakaharibes, temket pailun arevibes. شكرا شكرا جزيلا. أمسيتنا الأرمنية لسه يعني مستمرة. سيرج ونانور وتالين شكرا جزيلا لكم. وطبعا برحب دلوقتي بضيوف انضموا لينا من جديد. برحب بالأستاذ بهرام بروديان، أكبر مصري أرمني صح؟ سنا ومقاما. اهلا بحضرتك يا استاذ بهرام. شكرا. دكتور ارمان مظلوميان رئيس الهيئه الوطنيه للمصريين الارمن صح كده؟ لا، رئيس الهيئه الوطنيه الارمنيه. اهلا بك يا دكتور ارمن. وهتنضم لنا دلوقتي احدى الزهرات الارمنيات اللي امتعتنا بالرقصه اللي فاتت. لكن خلوني أبدأ مع أكبر المصريين الأرمن. أستاذ بهرام، أنت قبل ما ندخل على الاستوديو وريتني الباسبور بتاعك. اسمك كان مختلف شوية في الباسبور. أيوة. أبويا سماني أبكر. أبكر على اسم أخوه. اللي خطفه في الشارع وما سمعناش ما سمعوش أي خبر منه. بعدين مامتي سماني بهرام. بهرام على اسم اخوها هي. بهرام يعني ايه؟ ولا حاجه. اسم. ملوش معنى خاصه. وبس. طيب، ومدارس رحت. حضرتك اتولدت في مصر؟ ايوه، في جماليه. سنه كام؟ سنه 20. سنه 20، يعني كمان سنتين ونص هخش ال 100 باذن الله. ربنا يديلك الصحه وطول العمر. الحمد لله. الحمد لله. يعني دلوقتي 96 سنه تقريبا. انا ما بعرفش احسب. تم 97 ونص. 97 ونص. 97 ونص. انا ضعيف في الحساب. 97 ونص. طيب حضرتك كنت شغال ايه؟ مختلف. شغلت سنتين عند جروبي. كويس. بعدين سنتين مدرس. سنتين مطبعه. 11 سنه 12 سنه كهرباء. و25 سنه طيران اجنبيه. طيران تشيكوسلوفاكيا. في الشركه على بعضه 40 سنه. 40 سنه شغل. ودلوقتي 40 سنه في المعاش. طب وحضرتك اتولدت في الجماليه.
جماليه. اهل حضرتك والدك والدتك جم مصر مع والله ما اعرفش بالظبط، لكن ابويا جه مع جدي راحوا زقازيق، كان في مصنع دخان، وجدي باين كان مختص في هرمان بيقولوا بلخبط ال بقول بالارمني، هو الدكتور ارمني يترجم الورق شجر، ايوه بتاع الدخان، ورق الدخان من بلغاريا من هند من تركيا يستورد بلخبط بيعملوا سجاير خاصه، سجاير بيعملوا خلطه السجاير. بعدين باين توفى في زقازيق ورجع بلده. بعد كده ابويا جه مع خاله واشتغل في شركه مصر الجديده حوالي 16 سنه، تعب ومات من تيفويد. الله يرحمه. طيب كان لي اخ اكبر مني ثلاث سنوات راخر برضو تيفوس، مات سنه 8. انا الحمد لله ما حضرتك عندك اولاد؟ ليا ابن وبنت وليا ثلاث احفاد. احفاد ربنا يخليهم لي. طيب دكتور ارمن، كلمنا عن تاريخ الارمن في مصر، ليه الارمن اندمجوا في المجتمع المصري لكن تمسكوا بالهوية بتاعتهم باللغة بالثقافة؟ لأن تاريخنا كله كان فيه كتير من المآسي وكان فيه كتير من الهجرات، فتلاقي الأرمن دايما لما يهاجروا من بلدهم بسبب حروب بسبب مذابح بسبب الإبادة، فبيروحوا بيودوا معهم الثقافة بتاعتهم معهم، يعني وكانهم بيحتموا فيها. بالظبط بالظبط، اللغه والثقافه والتراث بتاعهم. في اي دوله تلاقي الارمن راحوا فيها ودوا معاهم اللغه والتراث بتاعهم. نفس الحاجه حصلت هنا في مصر كمان، يعني تاريخ الارمن في مصر من قديم الزمن، يعني في الفقره اللي فاتت قلته من ايام محمد علي، لكن الحاجة المميزة أيام محمد علي أننا كنا في الحياة السياسية ناشطين أكتر، يعني إحنا أسهمنا في بناء مصر الحديثة أيام محمد علي في كل المجالات، في التجارة والسياسة والثقافة وفي كله، لكن بعد كده ابتدت الجالية تتقلص، عددها ابتدى يقل زي ما انت قلت برضو في الفقرة اللي فاتت، ابتدوا يهاجروا برا في الخمسينات والستينات، واحنا فضلنا هنا الجالية اللي فضلت حوالي 7-8 آلاف أرمني، ما زلنا محافظين على التراث والثقافة واللغة والهوية بتاعتنا، لأن دي هي الحاجة الوحيدة اللي بتربطنا بالبلد الأم أرمينيا. عدد الأرمن في مصر كام؟ المصريين الأرمن حوالي 7-8 آلاف أرمني. 7-8 آلاف. طيب أجيال مختلفة طبعا من الأرمن. نانور. نانور مظبوط. نانور أنا برحب بيكي، أنت طبعا أمتعتينا، أنت وثانيا وجارين بالرقصة الجميلة اللي هي حتة من السماء. أنت يعني تعتبري من الجيل الثالث ولا الرابع؟ الثالث. مصرية أرمنية مظبوط. أولا نانور يعني إيه؟ نانور يعني وردة بيضاء. وردة بيضاء. انتوا حتى متمسكين بالاسماء الارمنيه. مظبوط. ده جزء برضو من التمسك بالهويه. التمسك بالهويه. اولا خليني اشكر حضرتك ان انت تحت لنا الفرصه ان احنا نيجي ونرقص ونوري هويتنا الارمنيه. احنا مصريين بس فخورين باصولنا الارمنيه. زي ما كنا بنتكلم من شويه، احنا بنحتفظ بهويتنا عن طريق الرقص، عن طريق الغنى، عن طريق اللغه. في البيت بتتكلموا بالارمني؟ مظبوط.
لكن العربي بتاعنا كويس لانه لا احنا مصريين زينا زيكم. انا بتسال السؤال ده كتير قوي على فكره. نانور يعني ايه؟ نانور يعني انت منين؟ يعني فين ارمينيا؟ ايه ده بس انت العربي بتاعي كويس بس انا مصريه عشان كده العربي بتاعي كويس. جميل جدا. طيب يعني البيت الارميني بيختلف عن البيت المصري العادي ايه بقى؟ الاختلافات مش كتير لانه احنا نفس العادات والتقاليد تقريبا، نفس الاكلات طبعا المحاشي والحاجات دي كلها هي هي. عندنا اكلات بس اكيد في اكلات ارمينيه. في اكلات ارمينيه. من سنتين كده رحنا يريفان مع الدكتور ارمين ويعني اكرمنا الراجل يعني. شفنا المطبخ الارميني. اكيد دقت حضرتك طوى اسمه المانتا. المانتا ده من اشهى الاطباق بالنسبه لي. طب انا هستفزها دلوقتي، المانتا ده مش تركي؟ لا مش تركي. هو ده بالنسبه لي افضل طبق ارمني تراديشنال زي ما بيقولوا. بتعمل زي الشوربه كده، حضرتك عارفه اكيد. بس المشاهدين ما يعرفوش. هو عباره عن عجينه باللحمه كور وبتتحط في وليها كده في الشوربه. يعني ليها لفه مخصوصه. لفه مخصوصه. جدودنا علموها لنا واحنا دلوقتي بنعملها. احنا طوال السنه برضو بنعمل بازارات، فعشان البازار الاجيال كلها بتتجمع. هي نوع من انواع التقاليد. الاكله نفسها ليها تقاليد ان هي بتجمع العيله كلها على ترابيزه واحده، والاجيال كلها الجدة والأم والبنت بيقعدوا مع بعض يعملوا كل الخطوات بتاعة الأكلة دي. فإحنا بنعمل ده عندنا في النادي الثقافي بتاعنا. أنت بتطبخي؟ بتعرف تطبخي؟ في الحالة دي بس. بس أنا بتذوق صراحة. يعني أنا أنت زيي. كويس. أحب أتذوق أكتر. على فكرة فيلم إحنا المصريين الأرمن مهمة ليه؟ لأن الجيل الجديد اللي طالع الشباب اللي زينا نور هيعرفوا تاريخ أجدادهم في مصر كان إيه. يعني دي أهمية الفيلم. تمام. وكمان بتوري تاريخ مصر من منظور أرمني، من يعني من خلال الأرمن وحياتهم في مصر. طب ما احنا نحاول نفتكر كده مع الأستاذ بهرام تاريخ تاريخ مصر عن طريق الأرمن. حضرتك عاصرت أول حد كان الملك فؤاد. كان الملك فؤاد وبعدين الملك فاروق. ايوه. وبعدين ثوره. بعدين ثوره استاذ نجيب. ثوره ولا انقلاب؟ لا ثوره 19 ما اعرفش. ما لا لا ثوره 52. ايوه 52. كان اصل حد في الفيلم كان بيقول انه بدل الثوره قال الانقلاب. لان اللي كان قال كده في الفيلم كان والده المصور الخاص للملك فاروق. اكيد طبعا هيقول على 23 يوليو انقلاب اكيد. طب يا استاذ فهرام مش باكرانوفر ادي كاراجوزيان. ادك ضد الثوره. ماشي. طيب استاذ فهرام انه عصر كان احسن؟ ما اقدرش اقول. اشتغلت 40 سنه، اكلت وشربت وعملت عائله والحمد لله. انت دبلوماسي قوي يا استاذ. ما اقدرش اقول فلان كان احسن ولا ملك كان احسن ولا لا، بس دايما الناس بيقولوا او زمان كان احسن. في طبعا في حنين كده للماضي. في تقديم كتير وفنانين كتير. طب المجتمع المصري اتغير يا استاذ فهرام عن زمان؟ لا، هو مصري محبه فعلا. طب يعني اكيد اكيد ما هو انت عارف اللي هم يعني اخواتنا المسيحيين واليونانيين اللي كانوا عايشين هنا والايطاليين دايما كانوا بيسموهم عندنا خواجه. يعني حد كان بيقول لك خواجه؟ بيقولوا خواجه. بيقولوا الكلمه دي بتزعلك؟ الكلمه صح. هوجه حجه. هوجه يعني عجوز. يعني مسن. لكن خواجه مش معناته اجنبي. بس دي كلمه ما بتزعلش يعني. ده بنشوف في الافلام وحتى يعني دلوقتي يقولوا مثلا اخواتنا المسيحيين يقول لهم يا خواجه. حاجه هو هو في كتير كلمات كده. طب حضرتك رحت ارمينيا؟ اول واحد اللي زرت ارمينيا. زرت ارمينيا؟ ما رحتش، زرته. ايه الفرق؟ رجعت. ايه الفرق؟ لا اللي راح راح. انا رحت ورجعت. ليه رجعت؟ طيب اول ليه ما واحد اللي راح ورجع مع 30 واحد. طب ليه ما فضلتش هناك استاذ؟ نعم؟ ليه ما يعني ما عشتش في ارمينيا؟ مش بلدي.
ولا بلد أهلي. عندهم طبيعات غير طبيعتنا. غير طبيعتنا كمصريين. أيوة. بس يعني ممكن تروح تزور وترجع. رحت 5 مرات أيام السوفييت. ورحت 8 مرات بعديها. زرت وعرفت ناس كتير وكلمتهم. بعدين زرت كندا وأمريكا وإندونيسيا. الأرمن بسم الله ما شاء الله منتشرين في كل أنحاء العالم. فيه. وبعدين رحت 2 مرات برازيل وكتير تشيكوسلوفاكيا 50 مرة يمكن. طب ما فكرتش أستاذ يعني إنك تهاجر تروح مثلا تعيش في كندا زي ال... لا 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 لا. جالي شغل في نيويورك. ما رحتش. قلت لا اروح مع الطياره وارجع مع الطياره. ما اقعدش هناك. حضرتك كنت مضيف طيران؟ كنت الممثل المصري وساد الطيران مدنيه مصريه. الطيران المصري. ايوه كان في اجنبي ولازم معاه واحد مصري. الممثل المصري. انا كنت المصري. تمام. خدمت في الجيش؟ لا كنت وحيد. كنت الوحيد. في حد في الفيلم يعني بيعتز انه خدم في الجيش في الساحل البحرية. في كتير من الارمن خدموا في الجيش. مسألة الاستاذ الدكتور ارمن مسألة الاندماج في المجتمع والتمسك بالهوية بتبقى مسألة صعبة؟ لا المناخ عموما في مصر بتساعد لديه. يعني بتساعد انك تندمج وتحتفظ على الهوية بتاعتك. يعني مصر مش مناخ طارد. مصر مناخ مستقبل. ومرحب. مرحب. فانت لو حتى هويتك مختلفة بتقدر تحافظ على الهوية وفي نفس الوقت بتخدم البلد اللي انت عايش فيها. اهل حضرتك اتولدوا هنا؟ والدي ووالدتي اتولدوا هنا لكن جدي وجدتي جم من تركيا. جم من تركيا. سنة 15 جدي جاي هربان كان لسه صغير. اسمه حاليا تركيا. عرفوا يهربوه من المذابح سنة 15 وجه وقعد هنا في مصر وكون العيلة بتاعته. وكان هو صاحب استوديو نصيبيان هو وقريبه. استوديو نصيبيان. استوديو نصيبيان بتاع الافلام ايام زمان. بتاع والدك. جدي. جدك قصدي. جدي. جدك. طبعا. وده بيخلينا نتذكر الاسماء الكبيره اللي اثرت الفن والثقافه المصريه زي مين مثلا يا دكتور؟ في كتير يعني. من مثلا فؤاد الظاهري كان موسيقار. من اشهر الموسيقيين في الافلام المصريه. وبعدين في الجيل الجديد. طب ليه مش الظاهريان؟ ليه الظاهري؟ ما اعرفش استاذ بهرام ممكن يقول بقى ليه. زهرام؟ لا انا فؤاد الظاهري. فؤاد الظاهري الموسيقار. ليه عنده الفاميلي نيم؟ ليه اسم العيله يعني الظاهري؟ ليه مثلا مش زي مظلوميان مثلا؟ لا ما فيش. لكن في اللي بيلعب عود اسمه ايه؟ كازازيان. كازازيان. جورج كازازيان. ايوه. طبعا في الفنانه نيلي والفنانه لبلبه والفنانه انوشكا. وطبعا الفنانه فيروز اشهرهم. فيروز. فيروز الصغيره. ايوه. اللي هي كانت بتمثل مع انور وجدي. انور وجدي. كانوا بيصوروا برضو في استوديو نصيبيان. نصيبيان. تمام. نصيبهم كويس. طيب مين بيعجبك من الاسماء اللي احنا سميناها دي كلها؟ فيروز، نيلي، انوشكا. وبتفتخري انك انت يعني لبلبة وانوشكا بحبهم جدا. بحبهم. طبعا نيلي وفيروز برضو يعني مين ما اتفرجش على الفوازير ومين ما اتفرجش على انور وجدي وفيروز. كل واحد ليهم الجانر بتاعه وكل واحد ليهم الحاجه المميزه بتاعتهم. وانت يعني دلوقتي انت رقصتي رقصه اسمها حته من السماء. مظبوط. وفي الاخر كان يعني شكلته العلم العلم الارمني. بتتعلموا الرقص فين؟ عندنا في النادي. احنا الفرقه بتاعتنا اسمها ساردرباد. احنا الجيل يعني الثالث. ساردرباد
دي جزء من معركة سردرباد. ده معركة حصلت سنة 18 في أرمينيا، وكانت زي حياة وموت بالنسبة للأرمن ضد الجيش التركي اللي كان داخل على أرمينيا. طبعا الجيش الأرمني انتصر في المعركة دي، فنصب تسكاري موجودة في أرمينيا اسمها سردرابات على اسم المعركة اللي حصلت أيامها. تمام. وفي فرقة كمان برضو في الجالية بترقص، فرقة قومية برضو أرمنية اسمها زانكازور، وفي كورال برضو للشباب وكورال للكبار، لكن طبعا النهاردة ما عرفناش نجيب الكورال علشان في أجازة دلوقتي. أجازات. طيب أستاذ بهرام، مين كان بيعجبك من المطربين بتوع زمان؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب ليه؟ ما اعرفش ليه. تسمع له ايه طيب؟ ما اقدرش اقول لك. والتاني اللي كان في اسكندريه مين ده؟ سيد درويش؟ لا، سيد درويش في اسكندريه في مسرحيه باسمه. في مسرح باسمه؟ ايوه، ولا مسرحيه باسمه؟ مسرح باسمه. مسرح سيد درويش. يركسرهك. مسرح سيد درويش؟ سيد درويش. سيد درويش. طب ومن المطربات مين؟ ام كلثوم. ام كلثوم. ليلى مراد. ليلى مراد. اسمهان. فايزة احمد. مش قوي، ده جيل جديد. طيب مين من المطربين الارمن اللي مشهورين قوي في ارمينيا وبتسمع له؟ كوهر كاسباريان اللي كانت معايا في المدرسه. دي مطربه. ايوه. اسمها ايه؟ اوبيرالي. اوبيرالي. كانت معاك في المدرسه؟ ايوه، نفس الفصل 3 سنوات. هي كانت ارمنيه مصريه يعني. ارمنيه مصريه برضه. كوهر كاسباريان. مشهوره عالميا. والله كانت مع حضرتك في معايا في المدرسه. وانا مدي له صور وحيد. وحيد في الفيلم اكيد. حتى كانت لابسه كرنفال بلدي. لابس اللي هو اللبس التقليدي. ايوه، اللبس التقليدي. طب جميل جدا. هل في كتب معينه مثلا بتقراها عن ارمينيا علشان تتذكر بلد الاجداد، ولا مثلا بتكتفي انك انت بتسمع اخبار ارمينيا عن طريق مثلا التلفزيون التلفزيون. طب بتتفرج على افلام ارمينيه لما في؟ بنفرج. ايوه. دلوقتي بيدوا افلام هندي. بيجيبوا افلام هندي. واحد ورا الثاني والثالث. طيب نانور، انت برضو الثقافه الارمينيه، يعني بتستمدي ثقافتك الارمينيه من فين؟ يعني افلام، كتب؟ احنا عندنا زي ما كنت بقول من شويه، عندنا النادي الثقافي بتاعتنا، النوادي الثقافيه بتاعتنا، وعندنا نوادي الرياضيه بتاعتنا، عندنا مدارسنا، عندنا كنايسنا، بيبقى عندنا اجتماعات للشباب، بيبقى عندنا كشافه. كل اكتيفيتي من دول بتساعدنا على الحفاظ على الهويه، سواء كانت على اللغه، الموسيقى، الرقص. عندنا مدرستين، واحده في القاهره واحده في اسكندريه، بتعلم اللغه الارمنيه بجانب الى المناهج المصريه العاديه. طب تاريخ ارمينيا والمذبحه التركيه، انت يعني طبعا اكيد انا عارف مشاعرك، لكن ما فكرتيش في يوم من الايام انه يعني لا يكون لرايك الخاص، يعني مثلا ممكن تتبني وجهه النظر التركيه في يوم من الايام، انه ده ما حصلش وما بيقولوا ما حصلش؟ طيب هو لو ما حصلش، احنا ليه متبعترين حوالين العالم زي ما بيقولوا؟ نصيبكم كده.
هو أكيد في فكر بيتبنى فكر التسامح، لكن احنا عمرنا ما هننسى. يعني حتى لو دلوقتي في أتراك في تركيا ابتدوا يشوفوا انه المذابح دي حصلت، الناس دي اتظلمت، 1.5 مليون أرمني اتذبحوا ظلم، بس يعني عايزين العالم كله يعترف بده كمان. عايزين الدولة التركية كمان تعترف بده. ايه اللي هتستفيدوه لو تركيا اعترفت بالمذابح؟ حضرتك انا كمان انا الجيل الجديد، هو الجيل اللي اقدم مني يمكن حاسس بده اكتر. ال 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 الكره اللي ممكن يولد حاجة زي دي لو كانت بدل بحب او بتسامح يمكن كان الدنيا تبقى. انت ممكن يبقى في علاقة صداقة بينك ما بين فتاة تركية؟ ليه لا؟ افهم اكتر طريقة التفكير، افهم اكتر المناهج اللي اتقدمت لهم في المدارس، افهم القصة من الناحية التانية، الناحية التركية. مظبوط. نفس السؤال لو وجهته للدكتور أرمين هيقول لي لا. صح. رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية عاوز يقول لك ايه؟ طب فين التسامح؟ ايه؟ فين التسامح؟ موجود التسامح. يعني المهجر الألماني أولا أكبر عددا من الأرمن اللي عايشين في أرمينيا. يعني بره عايشين حوالي 7 مليون أرمني، وفي أرمينيا نفسها حوالي 3 ل 3.5 مليون أرمني. فده دليل إن الأرمن ما راحوش يتنزهوا يعني في البلاد دي، ما راحوش يتفسحوا يعني. مش بس الأرمن يعني، ما في أكراد برضه، وفي مالهم الأكراد يعني اتهجروا طبعا برضو. ما هم كمان بيطالبوا بالدولة بتاعتهم. النهاردة أمريكا بتدعمهم. مش كده؟ تركيا. وهم شعب كبير برضو. لكن هم كمان اشتركوا في الإبادة الأرمنية، يعني التركية العثمانية استغلوا الأكراد كمان في قتل الأرمن. وهم اعتذروا مؤخرا للأرمن بما قام به أجدادهم. لكن بس أردوغان ليه مش عايز يعتذر؟ لأن غالبا خايفين من التعويضات اللي الأرمن هيطالبوا بيها بعد الاعتراف بالإبادة الأرمنية، والتعويضات دي تقدر بمليارات الدولارات حاليا يعني. وطبعا بنطالب بالأراضي كمان بتاعتنا اللي اغتصبوها واللي اتدمر فيها الثقافة الأرمنية كلها. الإرث الثقافي الأرمني كله اتدمر في الأراضي اللي هي الأرمنية اللي كانوا عايشين فيها، الست ولايات خاصة. طيب أستاذ فهرام، لو قابلت الرئيس التركي أردوغان تقول له إيه؟ ما أقدرش أقول هنا. شفنا أخيرا اللي حصل في واشنطن. افتكر نفسه سلطان السلطانات. بس على فكرة يعني لو مسكت اعصابك وقابلته كده يعني، وعايز تقول له حاجه كده يعني، مش شرط الحاجه اللي في بالك اللي ممكن يعاقب عليها القانون. حاليا بيعمل مع الاكراد اللي عمل معانا، اللي عملوا مع الارمن. اوكي. وعلى فكره مش معنى ان احنا مخاصمين الاتراك كشعب في المطلق يعني. يعني في جمعيات بتشتغل مع بعض في المجتمع التركي علشان يعترفوا بالإبادة الأرمنية. يعني في جمعيات حقوقية كتيرة في تركيا بتعترف، وفي مؤرخين كبار مشهورين جدا عايشين في أرمينيا في أمريكا، في كلارك يونيفرسيتي مثلا تانر أكشام كتب كذا كتاب عن الإبادة الأرمنية، ولسه مؤخرا في الشهر اللي فات كشف عن وثيقتين مهمين جدا بيدين بها القادة العثمانيين اللي قاموا بالإبادة الأرمنية. بموجب الحاجات التلغرافات والوثائق طلعها دي، القادة دول أدينوا سنة 1919 في محاكمات إسطنبول، واتحكم عليهم بالإعدام، لكن اتحكم عليهم بالإعدام غيابيا لأنهم كانوا هربانين برا تركيا يوميها.
مفهوم. فهم الأتراك كمان ابتدوا يطلعوا الوثائق والحاجات دي اللي تدين الدولة العثمانية. فعلشان تركيا تتصالح بقى عن الماضي بتاعها وتقدر تتصالح مع جيرانها، فلازم انها تعترف وتعتذر. طيب نخرج بره السياسه شويه. نانور، ده اللبس الوطني زي الوطني الارميني؟ تراديشنال. تراديشنال مظبوط. الحاجات التقليديه. تقليديه. طب بمناسبه الحاجات التقليديه، هو يعني شيء تقليدي انه الارمينيه لازم تتجوز ارميني؟ جينا للسؤال الصعب. يحبذ طبعا. طبعا علشان استمرارية العرق، وعشان دي كانت إبادة العرق، فكل ما يحصل تروما زي ما بيقولوا في مجتمع بيتمسك أكتر. فده جزء من تمسكنا بالهوية. مظبوط. يعني دلوقتي اللي بيشوفنا دلوقتي وحد كده مثلا يعني حبك من أول نظرة، خلاص مفيش أمل، صح؟ لازم يكون أرمني. أرمني؟ لا. صعيدي. صعيدي. أنا من صعيد أرمينيا برضو. شو دكتور أرمين بيضحك. يعني لازم يتجوزوا الأرمن، يتجوزوا من بعض. يحبذ. 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 ولا لازم؟ يعني على حسب الأهل. يعني يحبذ. بس أنت لو وقعت في غرام واحد مش أرميني مش هتتجوزيه؟ مش هقدر أجاوب دلوقتي، يعني لما يحصل عوادك أقول لك. طب لو حبيتي واحد تركي؟ هفكر برضو. لما قرر هقول لك، على حسب تفكيره. شايف بيبص لك ازاي الدكتور ارمين؟ عم عايزك. اخدت بالي. احكي لك حاجه. على حسب تفكيره. على حسب اعتقاداته. انا خالتي متجوزه مش ارمني، متجوزه شخص لبناني وراجل يعني كويس جدا. فيما كانوا هيتجوزوا جدي، عشان طبعا من الهربانين من الاباده، فكان هيتجنن. اخذ الطبنجه. كان عايز يضربها. ايه؟ راح يضرب الراجل. يضرب الراجل. وبعدين انت مش هتتجوز بنتي. وبعدين عاقل. طبعا عاقل. ايه رايك يا استاذ بهرام، يعني الارمن لازم يتجوزوا من بعض؟ لا، مش ضروري. مش ضروري. مش ضروري. لكن بيحصل. لكن حفاظا على الهويه. طبعا. نسبة اللي بيتجوزوا مثلا من خارج الارمن قليلة، بس بيحصل. يعني بيحصل طبعا. بيحصل. بيحصل. انا يعني فعلا سعيد جدا باللقاء ده وبالحوار، وسعيد اكتر بلقائي مع الاستاذ فهرام. ونتمنى لك الصحة، دوام الصحة وطول العمر. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ كيف؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ولا دي ولا دي. ولا دي ولا دي. كابتن في المدرسة. والله؟ أنا في. طب دلوقتي لما سنتين. دلوقتي لو ربنا سهل كده والمنتخب المصري صعد لكأس العالم وأرمينيا صعدت لكأس العالم وتقابلوا، هتشجع مين؟ مصري. مصري. يعني شفتي؟ أرمينيا مش بلدنا. الأرمينيا الحالي مش بلد أهلي ولا أهل مراتي ولا. بس أنا شاكك إن الدكتور أرمينيا هيشجع أرمينيا. طب نانور هتشجع مين؟ هشجع اللعبة الحلوة. ودي إجابة حلوة. إجابة حلوة. أنا بشكركم شكرا جزيلا الأستاذ فهرام والدكتور أرمن مظلوميان ونانور زهرة بيان. مظبوط؟ مظبوط. شكرا جزيلا ليكم. سهرتنا لسه ما انتهتش مع المصريين الأرمن. إحنا المصريين الأرمن، ده اسم الفيلم اللي هنعرضه على حضراتكم بعد قليل. ما تروحوش أي مكان، خليكم قدام شاشة تن علشان تتفرجوا على هذا الفيلم التسجيلي اللي زي ما قلنا يعني لحضراتكم إنه ده تعبير عن روح التسامح اللي موجودة في المجتمع المصري، المجتمع اللي احتضن يعني قوميات كثيرة جدا، يونانيين، إيطاليين، شركس، وما زال الآن بمصر بتفتح ذراعيها لاحتضان أخوة لنا عرب من سوريا، من العراق، من اليمن، من ليبيا، من كل الجنسيات. هنسيبكم دلوقتي مع رقصة أخرى مع نانور وتانيا وجارين. جارين هيرقصوا رقصة أخيرة، وبعدها إن شاء الله هنتفرج على فيلم احنا المصريين الارمن. اوكي؟ شكرا. خليكم لحظه واحده.